انزل وشارك، ده حق، حق واجب وطني. انزل ومارس حقك الدستوري، اختار المرشح اللي انت عايزه. مش هسألك هتختار مين، أكد للعالم كله إن مصر بتشهد حراكاً ديمقراطياً على أرض الواقع، وإن أبناء مصر حريصين كل الحرص على المشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر. غرفة العمليات أو غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بتتابع كل كبيرة وصغيرة علشان تتم العملية الانتخابية في سهولة ويسر. ويتبقى دورنا احنا بقى، يتبقى دورنا احنا للمشاركة بإيجابية في العملية الانتخابية. وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، هيدلي الناخبون بأصواتهم في إطار الانتخابات الرئاسية في 11631 لجنة فرعية موزعة جغرافيا للتسهيل على الناخب مباشرة حقوقه السياسية. بينما يبلغ عدد المراكز الانتخابية 9376 ما بين مدارس ومراكز شباب وحدات صحية على مستوى الجمهورية. خصصت الهيئة مقر تصويت للمغتربين، منها في محطة مصر ومطار القاهرة، مناطق صناعية، العاصمة الإدارية، والمحافظات اللي فيها تجمعات للمغتربين. وراعت الهيئة الوطنية للانتخابات التيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم. وضعت إرشادات مكتوبة في لجان الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم. كمان اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة برايل، وده للتسهيل على الناخبين المكفوفين. تم الاستعانة ب 15,000 قاضي ما بين رؤساء لجان متابعة ورؤساء لجان عامة وفرعية ولجان حفظ للإشراف على الانتخابات الرئاسية. تم قيد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعا دوليا لعملية الانتخابات الرئاسية، بينما تم قيد 62 منظمة محلية بعدد 22,540 ألف متابع محلي للانتخابات الرئاسية. تم قيد 528 متابعا إعلاميا دوليا ما بين مقيم وزائر، وقيد 115 وسيلة إعلامية ما بين وكالات أنباء وقنوات وصحف. تم قيد كمان 70 وسيلة إعلامية محلية ما بين قنوات ومواقع إلكترونية وصحف بتضم 4217 متابع. السفارات تم توجيه الدعوة لكل السفارات الأجنبية المعتمدة في مصر لمتابعة العملية الانتخابية، حيث تم قيد 67 متابعا دبلوماسيا لهذه الانتخابات الرئاسية. ودايما علمك مرفوع يا مصر، صورة حلوة قوي، أحلى ما فيها حرص المصريين على إن هم ينزلوا ويشاركوا في الانتخابات عشان مستقبلهم ومستقبل ولادهم، يختاروا الرئيس اللي يقدر يتحمل المسؤولية ويعدي بينا الست سنين اللي جاية. إقبال كبير، حاجة تشرح القلب زي ما بنقول كده، حشود أمام اللجان للتصويت في الانتخابات الرئاسية في مشهد مبهر عظيم. وفعلا الشعب المصري ما يتقالش عليه غير انه الشعب العظيم. خلينا كده ناخد جولة مع مراسلين اللي موجودين معانا امام كل اللجان ونشوف
أخبارهم إيه ونشوف أخبار التصويت وأخبار التواجد إيه للناخبين. خليني أبدأ بهاني النحاس. هاني صباح الخير أو مساء الخير يا هاني، أخبارك إيه؟ أنت موجود في القاهرة الآن، قل لي أنت فين في القاهرة، في لجنة إيه، وإيه الموقف عندك؟ يلا يا هاني. مساء الخير يا استاذ عزه، ومساء الخير على كل متابعينا ومشاهدينا الكرام. انا دلوقتي موجود في حي الاسمرات وتحديدا امام مدرسه تحيا مصر 2. زي ما حضرتك شايفه المشهد، سيدات ورجال وكمان اطفال جايين يمكن بيشوفوا لاول مره في اعلام مصر مرفوعه وفي اغاني وطنيه وبيسمعوا عن وجود انتخابات رئاسيه. بنتكلم على الاطفال اللي موجودين حواليا هنا في الاسمرات، حرص كبار السن والمرأة والشباب وكذلك من ذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة. خلينا بس نرجع مع حضرتك للساعة 8 الصبح النهاردة في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية، خامس انتخابات رئاسية تعددية تحدث لي في الدولة المصرية. بدأناها بالتجمع الأول من الساعة 8، كان هناك بعض الطوابير، بنتكلم على التجمع الأول كان في بعض التواجد الكثير من الناخبين منذ 8 صباحا. التقينا بعدد من السادة الوزراء، السيد وزير التعليم ووزير العدل وكذلك وزير الإسكان. الجميع كان بيدعو الشعب المصري إلى التواجد وضرورة الإدلاء بأصواتهم أي ما كان توجهتهم في الاختيار وما بين المرشحين الرئاسيين الأربعة. انتقلنا لتغطية التصويت الذي قام به المرشح الرئاسي فريد زهران في المقطم. كانت هناك جميع وسائل الإعلام سواء المصرية أو العربية أو الدولية تحدث إلينا وأكد لنا في تصريحات بأنه لم يتم رصد حتى الآن أي وجود مخالفات أو أي عوائق تعيق العملية الانتخابية. انتقلنا من المقطم جينا هنا حي الاسمرات. حي الاسمرات زي ما حضرتك شايفه يا استاذ عزه، لما بنتكلم عن حي الاسمرات ده كان مشروع مهم للدوله المصريه للقضاء على العشوائيات. خليني اقول لحضرتك طبعا دول مواطنين موجودين في انتظار اداء يعني الحصول على رقمهم للتصويت. احنا اول ما جينا هنا من حوالي ساعتين كان في هنا طوابير كتيره جدا، حشود من امام مدرسه تحيا مصر 2 في الاسمرات. زي ما حضرتك شايفه لما تحدثت مع كثير منهم كان تقريبا في ناس كتير منهم للمره الاولى بيقوموا بإدلاء أصواتهم. بنتكلم على الآلاف موجودين في الأسمرات. طبعا انتقلوا هنا في الأسمرات خلال السنوات الماضية من عدد من المناطق العشوائية. كنا دايما بنتكلم على متلازمة بناء الحجر أم بناء البشر. اللي احنا بنشوفه النهاردة بعد ما اتكلمنا كتير عن بناء الحجر بنتكلم على بناء البشر. كل الأطفال دي اللي حضرتك هتشايفاهم دلوقتي دول في الكادر كلهم موجودين زي ما احنا شايفين رافعين علم مصر بيشوفوا بلدهم النهارده فيها انتخابات رئاسيه. الاطفال ده تقريبا المشهد ده عمرهم ما شافوه قبل كده. وفاء بالعهد بس البنوته اللطيفه دي كنت وعدتها ان انا كانت عاوزه تقول كلمه تتكلم. انت ايه رايك في اللي بيحصل ده النهارده الانتخابات؟ مبسوطه. مبسوطه ليه؟ عشان انا بحب الرئيس. تمام. انت اصلا كنت عايشه فين قبل ما تيجي الاسمرات؟ في الدويقه. كنت عايشه في الدويقه. الاسمرات حلوه ولا مش حلوه؟ حلوه. انت بتدرسي في مدرسه ايه؟ الصفا. مدرسه حلوه. تمام. ايوه حلو. يعني الحياه هنا احسن في من الاسمرات احسن من الدويقه؟ هي حلوه بس عشان احنا يعني متربيين في المنطقه بتاعتنا هي حلوه. المنطقه الحمد لله. انا بحب بصراحه اشكر كل الناس اللي عملت كده ولفلسطيني اللي صدت عننا ودفعت عننا. طبعا اشكر كل الناس اللي عملت ايه اللي عملت فينا كل ده. وبشكر انت جايه منين؟ كنت ساكنه فين قبل الاسمرات؟ انا في دار السلام. كنت في دار السلام. استاذ عزه دول اطفال بنلاقي اطفال مسكنين في دار السلام في بطن البقره في قلعه الكبش. يعني اللي احنا طيب احنا بنتكلم على بناء البشر ده. المشهد النهارده الاطفال حاسين ان في حاجه جميله بتحصل في بلدهم. طبعا حاسين ان حياتهم اختلفت كتير هنا في الاسمرات. بنتكلم على ناس كتير جدا تقريبا عمرهم ما صوتوا في الانتخابات الرئاسيه. اللي ما كانش مواطنين ما كانش معاهم بطايق رقم قومي ما كانوش بيشاركوا في هذه الاستحقاقات.
الناس حريصه، الاطفال موجوده، الاغاني الوطنيه، علم مصر الحريص، الجميع حريص على المشاركه في الانتخابات الرئاسيه. الحمد لله ما فيش يعني، التقينا بعدد كبير من المراقبين سواء المحليين او الدوليين، وكذلك وسائل الاعلام حريصين، حتى كانوا موجودين هنا في الاسمرات تحدثت اليهم، لم يتم رصد وجود اي مخالفات تشوب العمليه الانتخابيه. ده المشهد النهارده زي ما حضرتك شايفه في الاسمرات، وحرص المئات والالاف من المواطنين على المشاركه في هذا الاستحقاق الرئاسي. بشكرك يا هاني، شكرا جزيلا. الاسمرات يعني هي جت بالصدفه، ولو كنت هختار كنت هختار ان انا ابدا بالاسمرات مع هاني النحاس. الاسمرات أنا بعتبره أنه مشروع قومي إنساني، لأنه أنا كنت من أوائل الناس اللي كنت حريصة على أن أنا أروح أسجل مع الناس أول ما سكنوا في الأسمرات واتنقلوا في المكان ده. والله أنا لا أنسى الأطفال، الأطفال دول أنا عمال أفتكر كلام ده كان من كام سنة، الأطفال دول ممكن يبقوا السنة الجاية أو اللي بعدها يبقى ليهم حق التصويت. الأطفال كانوا في غاية السعادة أن هم سابوا الأماكن زي الدويقة أو زي وزي وزي وراحوا قعدوا في الأسمرات. وأنا من الحلقات اللي بحبها قوي اللي سجلتها مع الأطفال ومع السيدات في الأسمرات، وقعدوا يصفوا لي المعاناة اللي كانوا عايشين فيها في الأماكن اللي قبل ما يتنقلوا للأسمرات. ما كانوش متخيلين أنه بالفعل الدولة المصرية هتديهم شقة وهتديهم عفش وهتديهم فرش وأدوات كهربائية وأماكن للولاد يلعبوا فيها وجناين، شيء عظيم. فأنا الأسمرات تحديدا ليها مكانة واحترام عندي وتقدير مختلف تماما هي وكل المشروعات اللي زي مشروع الأسمرات. ففرحانة جدا بالولاد، وهاني بيتكلم كنت بستدعي كده المشاهد مع السيدات ومع الأطفال قد إيه كانوا سعداء وقد إيه كانوا نفسهم وكان حلمهم إن هم يعيشوا في مكان زي الأسمرات. عشان كده أنا الأسمرات بالنسبة لي ليها مكانة خاصة، رغم إن الشرقية دي بلدي بقى، ويعني المفروض يبقى هي دي البداية من الشرقية. مين معانا من الشرقية يا شباب؟ محمود، محمود مساء الخير. محمود زميلنا العزيز معانا من الشرقية، وعايزاك تدلع الشرقوة بقى يا محمود خالص. أوصف لي، قول لي المشهد إيه؟ مساء الخير يا استاذ عزة، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. كان زي ما حضرتك قلتي دايما علمك مرفوع يا مصر، شعار معبر جدا عن الانتخابات الرئاسية 2024. النهارده من اول يوم ويمكن قبل الانتخابات بحوالي ساعة ساعة 8 ابتدت الناس تحتشد امام اللجان علشان توري العالم قد ايه المصريين فرحانين بهذا الاستحقاق الانتخابي، عشان تكذب كمان الابواق المعادية لمصر من الساعة 8 والناس محتشدة امام اللجان. مع دقات الساعة 9 داخل محافظة الشرقية، انا موجود فعلا داخل محافظة الشرقية مدينة الزقازيق، عايز اقول لك ان اللجان كلها فتحت داخل المحافظه في الساعه 9 بالظبط، الحمد لله لم يحدث اي تاخير. المحافظه كانت مستعده تماما لهذا الاستحقاق الانتخابي. كمان خليني اقول لحضرتك على المشهد الملفت النهارده، مسيرات كتير جدا فيها شباب من مختلف الاعمار، شباب الجامعه الزقازيق عملوا مسيره حاشده كبيره جدا، شباب الاحزاب معظم اكثر من اربع احزاب عملوا مسيرات، كمان المديريات يمكن مديريه الصحه ومديريه الكهرباء مديريه التعليم عملوا مسيرات حاشده. الجميل في الموضوع كمان ان المسيرات ديت كانت يعني في وعي، ما قفلوش الطريق، كان المرور منظم الطريق، مسيرات كانت نازله علشان توعي الناس وتقول لهم ينزلوا يدلوا باصواتهم، لكن بالفعل الناس كانت محتشده امام اللجان. كمان الاحزاب كانت عامله خيم الكترونيه علشان تساعد الناس اللي مش عارفه اماكن اللجان بتاعتها. لكن خليني اقول لحضرتك ان النهارده اليوم بشكل عام نقدر نقول ان في اقبال كثيف جدا من المواطنين من جميع الفئات. يمكن عهدنا قبل كده السيدات، لكن النهارده كمان شفنا الحرفيين، لان النهارده الحد وده يوم اجازه في الشرقيه للحرفيين، شفنا النهارده اقبال كثيف منهم، وناس كتير جدا موجوده مختلف الاعمار مختلف الفئات مختلف المستوى الثقافي. خلينا ناخد حضرتك دلوقتي لناس موجوده معانا النهارده علشان تدلي باصواتها. يمكن السيدات، يمكن حضرتك لو شفتي الكاميرا من ورايا في ناس يعني قاعده بقالها فتره علشان تدلي بصوتها. خلينا ناخد حضرتك الجوله مع ناس، قولي لي النهارده شايف حضرتك منتظره بقالك حبه؟
السلام عليكم. والله احنا منتظرين ندلي بأصواتنا. اليوم النهاردة يوم مختلف، يعني بجد انا شايفة عرس انتخابي بمعنى الكلمة. الناس نازلة كلها بحب، محدش مجبور انه ينزل. احنا نازلين من الساعة 8 الصبح وحابين، واولادنا كلهم ان شاء الله بينزلوا بينتخبوا، لان احنا عايزين نثبت للعالم كله ان احنا قوة واحدة وايد واحدة، ومحدش يقدر يفرقنا. واحنا يعني انا انتخبت ومؤيدة الرئيس السيسي. لا خلاص أستاذ، حضرتك شايف حضرتك كنت بتنظم الناس من شوية وكنت بتحسهم ان هم يدلوا بأصواتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، معك ابراهيم باجوري عضو مجلس ادارة نادي الشرقية. احنا النهاردة من الصبح شغالين، وبالنسبة للنادي حاصرين الاتوبيس بتاع النادي بينقل الموظفين كل فلجانه، كل الموظفين مش في لجنه واحده، انما الاتوبيس بيتحرك. مدرسه الشهيد كان عابدين كله بيتحرك على مدرسه الشهيد كان عابدين، بالنسبه للباص يخلص يرجع على النادي ياخد المجموعه اللي بعده وهكذا. انتخابات السنه دي مختلفه جدا عن السنوات السابقه، تنظيم وحسن سير في المرور، وربنا يوفق. استاذ حضرتك قولي لي النهارده شايف اليوم ازاي؟ وشايف حضرتك اليوم جميل جدا، ومش هزايد على الكلام اللي قالوه. عرس النهارده وحاجه جميله ومشاركه حلوه قوي، وكل الناس نازله بحب وحاجه تفرح، يعني حاجه وكل الدنيا عماله تساعد في بعضها، وحتى اللي مالوش في ان هو في التنظيم بينظم. شعب ايد واحده النهارده، شعب ايد واحده فعلا فعلا، وحاجه جميله وربنا يديم الفرح. وتحيا مصر. يمكن ده استاذ عزه كان جزء من اراء المواطنين الموجودين النهارده عشان يضلوا باصواتهم. يمكن في ناس كتير موجوده من الساعه 8 انتخبت، ومع ذلك مستمره وبتساعد الناس علشان تكمل هذا اليوم، وعلشان نشوف العرس الانتخابي اللي احنا شايفينه دوت. عوده اليك مره اخرى استاذ عزه. بشكرك محمود، وما ينفعش ابقى على الهوا ومعايا محمود من الشرقيه وما احييش كل اهالي الشرقيه، بلدي اللي ليا الشرف ان انا مش شرقيه. لازم احيي كل اهل الشرقيه، ديار بنجم والزقازيق وكل الكفور وكل النجوع وبيشه كله 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 كله، بحييهم اهالينا في الشرقيه على راسي من فوق. وانا متاكده ان كل اهالي الشرقيه هتنزل وهتنتخب كل مكان في الشرقيه. بنتكلم على ميادين، بنتكلم على نجوع، بنتكلم على كفور. دي مصر الاصيله وده المصري الاصيل. وتحيه من قلبي، وبسلم على كل الشرقوه، كل الشرقوه حبايبي بسلم عليهم. مين معانا من السويس؟ مين يارا؟ يارا امين معانا من السويس. يارا المشهد عندك يارا ما شاء الله واضح، مش بقر عليكي ولا حاجه، واضح انه الغالب عندك برضو المراه موجوده بكثافه وايضا الشباب. اتفضلي يارا. مساء الخير يا استاذ عزه، برحب بحضرتك وبالساده المشاهدين جميعا. احنا ما زلنا متابعين معاكي لحظه بلحظه وتغطيه حيه مستمره لقناه صدى البلد اليوم الاول الخاص بالعمليه الانتخابيه لعام 2024. زي ما واضح ورايا المشهد عامل ازاي، البهجه، الروح الوطنيه، الفرحه، الكثافه، قد ايه الناخبين جايين من فتح اللجان حقيقي. يعني هم مش لسه دلوقتي، هم من الساعة 7 هم متواجدين وبنفس المنظر وفي زيادة مستمرة. أنا سامعاك يا وبالفعل حابة برضو أيضا أكد على حاجة كمان. اتفضل يا حضرتك. أنا سامعاك، أنا عارفة إن أنت حواليكي دوشة وطبلة وجو حلو قوي كده وفرحة وحالة وطنية، فعارفة إن ده ممكن يبقى مخليكي مش سامعة كويس، بس مش سامعاني كويس، بس أنا شايفة مشهد رائع. الإقبال على اللجان، الأجواء ورايا، الناس متفاعلة. أيوه الإقبال زي يعني زي ما هو واضح ورايا حضرتك. أيوة. يعني هو أكيد واضح ورايا دلوقتي الإقبال عامل إزاي. العدد كبير جدا وفي تزايد مستمر. الحقيقة أيوة. الناس فرحانة جدا ومهتمين جدا إن هم يشاركوا في العملية الانتخابية في مدرسة الملك فيصل يارا. طبعا اللي موجود النهاردة في محافظة السويس مدرسة أيوة. الملك فيصل الابتدائية. هايل. الجو عندك عامل إيه يا يارا؟ الجو عامل ايه النهارده؟ الايه الجو عامل ايه عندك؟ الجو حلو جدا يعني النهارده، ما فيش جدا جدا، الجو معتدل جدا، ما فيش امطار، ما فيش اجواء متقلبه كويس. الشمس هاديه جدا.
طيب يارا، ده اللي مشجع الناس حقيقي النهارده ان هم يتفاعلوا بالشكل ده. يارا، هل حصلت اي مشاكل؟ هل حد كان عنده اي معوقات ولا الدنيا كانت ماشيه حلو؟ ابدا ابدا، يعني هنا كمان قوات الامن ورجال الامن مساعدين جدا للناس، حتى كان في الناس المسلمين سواء رجال او نساء ما كانوش بيخلوهم يقفوا في الطابور حقيقي، كان مجرد اول ما بيشوفهم بيودوهم على طول للجنه بتاعتهم، وبيخلوا معاهم من الشباب المتطوع كمان حد يساعدهم لحد ما يخلصوا العمليه الانتخابيه بتاعتهم ويرجعوا تاني معاهم. بشكرك يارا، بشكرك حبيبتي يارا، كانت معانا من السويس. نروح لمحمد. مين معانا في المنوفيه؟ محمد هاني من المنوفية. محمد، انت عندك كتلة تصويتية هايلة في المنوفية. محمد، انا شايفة ان انت واضح ان انت في لجنة معظم اللي فيها شباب ورجال. اهلا بيك محمد، اتفضل. اهلا بيك يا استاذه عزه وبمشاهدي صدى البلد في كل مكان. احنا بالفعل في محافظه المنوفيه وبالتحديد من امام مدرسه احمد عبد الرحيم الشهيد النقيب احمد عبد الرحيم السرسي لتغطيه اولى ايام الانتخابات الرئاسيه 2024. زي ما حضرتك ذكرتي في كتله تصويتيه كبيره. خلينا اقول لحضرتك ان الاجواء كرنفاليه منذ التاسعه صباحا حتى الان، سواء من الرجال من السيدات من الأطفال اللي في إيديهم الأعلام وبيحتفلوا، ولكن خلينا أقول لحضرتك أن مفاجأة اليوم الأول هم الشباب اللي تواجدوا بكثرة وبكثافة على عكس المتوقع وعلى عكس الانتخابات السابقة. يعني أنت من الصبح وانت أمام اللجنة دي ولاحظت أنه اللي كان موجود معظم الشباب، معظم الشباب، بس ايه يعني هتزعل الشباب طبعا. طب والمرأة فين؟ الشباب متواجدين. فين المرأة؟ على عكس الانتخابات السابقة. المرأة متواجدة برضو، المرأة متواجدة كالعادة، يعني في أول الصفوف كالمعتاد، وزي ما متعودين على المرأة إن هي بتلبي النداء ودايما بتكون في أول الصفوف سواء في الانتخابات أو في أي نداء وطني. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا. سلم لي على كل أهالي المنوفية كتلة تصويتية كبيرة في المنوفية، وكمان كتلة طبعا تصويتية كبيرة جدا في محافظة الشرقية. هل معنا حد من اسكندرية ولا من الفيوم؟ مهتاب من الفيوم. مهتاب، ازيك، اخبارك ايه؟ طمنيني الموقف عندك عامل ايه؟ اشرحي لي الدنيا كان فيها ايه من الصبح وانت موجودة في الفيوم، اتفضلي. مساء الخير استاذه عزه، بنرحب بحضرتك وبنرحب بالساده المشاهدين اللي بيشوفونا من خلال شاشه صدى البلد. احنا النهارده موجودين معاكم في اليوم الاول من الانتخابات الرئاسيه معاكم في محافظه الفيوم من امام مدرسه الصداقه الفرنسيه. خليني اقول لحضراتكم في البدايه عدد السكان في محافظه الفيوم 4 مليون نسمه، وعدد الناخبين في هذه المحافظه 2 مليون نسمه بالتقريب، عدد اللجان الانتخابيه 283 وعدد اللجان الفرعيه 323، وبالنسبه للجان العامه يوجد 10 لجان، بالنسبة لجان المغتربين يوجد لجنتين. بالنسبة لإقبال المواطنين، يتوافد المواطنين من جميع الفئات العمرية من الشباب والسيدات وكبار السن. لاحظنا كمان إن في عدد كبير من الشباب المتطوعين بيساعدوا كبار السن عن طريق الكراسي المتحركة. وكمان بالنسبة للوضع الأمني فهنلاقي في تأمين مكثف خارج اللجان وحول اللجان بأكملها للحفاظ على النظام وانتشار الأمن والأمان للمواطنين، وبيتم مساعدة جميع المواطنين، ويوجد كافة سبل الراحة هنا في محافظة الفيوم. وهنتابع مع حضرتك على مدار اليوم استاذ عزه وخلال الايام المقبله اجواء وفعاليات الانتخابات الرئاسيه العام 2024 في محافظه الفيوم. بشكرك مهتاب، اديتنا صوره كامله متكامله بالعدد وبكله، وهنتابع معاك. والحقيقه يعني لازم اوجه كل الشكر لكل زمايلنا المراسلين. مساله انك تبقى مراسل وتتنقل من لجنه للجنه وتروح وتتابع مساله بتبقى يعني اصعب من واحنا في الاستوديو الحقيقه، فلازم احييهم كلهم. معانا مين من اسكندريه يا شباب؟ عاصم شندويلي، اهلا بيك يا عاصم، اخبارك ايه؟ لا انت عندك اعلام مرفوعه وعندك استاذ عزه، تحياتي لحضرتك. اتفضل. صحيح، الحمد لله الحمد لله، تحياتي لحضرتك وميرسي جدا لتقديرك يا استاذ عزه. انا عايز اقول لحضرتك ان المشهد اللي ورايا ده كان اضعاف اضعاف في الصباح الباكر. عايز اقول لك الناخبين وصلوا
مع وصولنا احنا هنا كقناة صدى البلد في تمام الساعة 7:15 صباح اليوم النهاردة. مشهد الحقيقة يعني يجسد مدى الوطنية ومدى الوعي السياسي لدى جميع أبناء الشعب المصري بمختلف فئاته. خلينا أقول لحضرتك أن الناس تواجدت أمام اللجان قبل افتتاحها بساعة ونص ويمكن أكتر في جميع لجان محافظات الإسكندرية. شفنا إقبال تاريخي النهاردة، عشان كده بنقول عروس البحر الأبيض المتوسط محافظة الإسكندرية ليها طابع خاص ومذاق خاص النهاردة في المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024. المواطنين المصريين حريصين النهاردة، وبتحديدا شعب الإسكندرية، حريصين ان هم يشاركوا بقوة. شفنا شباب، شفنا سيدات وايضا اطفال، ويمكن اللي بيزين دايما المشهد الانتخابي هو المحبة الوطنية المتمثلة في الاغاني الوطنية وايضا الهتافات بتحيا مصر دائما ابدا. منذ الساعات الاولى وكافة الاجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية ترصد العملية الانتخابية. عشان كده بنقول لحضرتك الزراشة تم تدشين 3 غرف عمليات مركزية، وليست فقط غرفة عمليات، غرفة عمليات في محافظة الإسكندرية مقرها، وأيضا غرفة عمليات بمقرها بمديرية أمن الإسكندرية، والغرفة الثالثة في المنطقة الشمالية لرصد طبعا الأجواء الانتخابية. منذ قليل كان معايا لقاء مع اللي هو محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والحقيقة صرح لنا وأكد لنا إن الحمد لله ما فيش أي مشاكل وردت حتى هذه اللحظات لغرف العمليات، وأن كل اللجان فتحت في تمام الساعة 9 صباح اليوم أبوابها أمام الناخبين. كمان المتابعة الدورية من قبل رجال الأمن، الحقيقة تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان، وأيضا الحملات اللي بتجوب أيضا المناطق اللي بتواجد فيها لجان انتخابية. كمان أؤكد لحضرتك أن كمان محافظة الإسكندرية، ونظرا التقلبات الجوية اللي بتشهدها عدد من المدن الساحلية ومنها محافظة الإسكندرية، الحمد لله تم ذلك وضعه في الحسبان، فتم تزويد كافة اللجان والمقرات الانتخابية بالمظلات وغيرها من الأدوات والمستلزمات التي تؤمن الناخبين طوال هذه الفترات الخاصة بالتقلبات الجوية. ولكن الحمد لله منذ صباح اليوم حتى هذه اللحظات اللي احنا بنتكلم فيها حضرتك أستاذ عزة، الشمس ساطعة والأجواء جميلة جدا 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 على البحر الأبيض المتوسط. عايز أقول لحضرتك أن اللجنة كمان على البحر، يعني الله، يعني كمان بينتخبوا هم على البحر، هايل. كنت عاصم مجاوب على كل الأسئلة اللي كنت هسألها الحقيقة مراسل هايل، كل مراسليننا مراسلي صدى البلد هايلين، بشكرهم، هيفضلوا معانا طول مش طول اليوم، لا ده طول الثلاث أيام، وإحنا هنتابع معاهم كل اللي بيحصل. خليني أطلع فاصل، بعد الفاصل هتشرف وجود سيادة النائبة مرسى محروس عضو مجلس النواب عن تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين، وأيضا هتشرف وجود الأستاذ عادل السنهوري الكاتب الصحفي، هنتكلم عن المشهد الانتخابي. انتظروا. موسيقى
برحب بحضراتكم مجددا وبرحب بضيوفي، برحب بسياده النائبه مرسى محروس. اهلا بيكي منوراني. اهلا بيكي يا عزه. اهلا بحضرتك. والمراه المصريه منوره كل منوره مصر كلها. منوره مصر كلها. برحب ايضا بالكاتب الصحفي الاستاذ عادل الصنوري. برحب بيك استاذ عادل. اهلا بيك يا عزه. اهلا بيك. اهلا بيك. إيه مشهد كنا يعني شفناه بس قبل ما نطلع على الهوا كده اتذاع، شفنا ويا ريت نشوفه تاني بعد اذن حضراتكم. شفنا سياده النائب محمد ابو العنين والسيده سميه ابو العنين وهم الحقيقه يعني وراهم حشود وحشود وحشود علشان الناس رايحه تنتخب وتدلي باصواتها. المشهد اهو امام حضراتكم. دايما يا رب. عارفين أستاذة مرسى وأستاذ عادل، أنا بدأت بأنه يا رب دايما علمك مرفوع يا مصر. أنا مشهد العلم المصري يا جماعة وهو مرفوع أقسم بالله أنا جسمي بيعشر، تصدقي؟ خصوصا فيما يتعلق بحاجات، عارفة إيه؟ انتخابات، منتخب بيلعب، يعني أي حاجة ليه علاقة بأنه مصر، كلمة مصر منتصرة دايما. هو دايما الانتخابات والحركة قلتي حتى الماتشات ليها علاقه بالانتصار. انتصار بقى رغبه شعب، انتصار فريق كوره، انت اي انتصار بيعلي من اسم مصر دايما بينتابنا الفرحه والعزه كده، توصل للمستوى المشاعر اللي حضرتك قلتي عليها دي. صحيح. عشان كده ما شفت المجموعه الكبيره اللي كانت مع سياده النائب محمد ابو العنين والسيده سميه ابو العنين وهم رافعين علم مصر، فعلا المشهد ده بيعمل فيك ايه؟ بيبقى برضو ولا الاحساس عند السيدات مختلف ولا ايه؟ ليه ليه بالعكس، احنا كلنا مصريين يعني. لا دايماً لا اقصد يعني احنا العاطفه علينا فياضه شويه بيش. لا ما في برضو رجاله فياضه. لا بالتاكيد يعني اي مشهد وطني بالتاكيد بيعمل حاله ايقاظ للمشاعر الوطنيه. ودايما زي ما بنقول زي الاغاني من الاغنيه الوطنيه العظيمه، تعيش يا بلدي وعلمك مرفوع على يدي، عيش يا بلدي وزرعك اخضر ومندي ومندي الله. يعني الاغاني دي دايما وجبت طول الوقت الظروف التي تمر بها مصر، ظروف سياسيه في الحرب او في السلم. دائما ما كانت بتعمل عمليه ايقاظ للمشاعر الوطنيه. يمكن بهذه المناسبه يعني القصيده الجميله جدا لمحمود علي اسماعيل لما بيقول فيها: مصر نادتنا فلبينا نداها وتسابقنا صفوفا في هواها، فإذا باغ على الأرض رماها ترخص الأرواح والدنيا في ده. فيعني يعني أعتقد أن المصريين في الظروف الاستثنائية لا ينقصهم التحفيز ولا ينقصهم النداء. هم دائما جاهزون في مثل هذه اللحظات. وعشان كده أنا بقول دي ليست مجرد انتخابات رئاسية، وإنما أعتقد علامة فارقة في التاريخ المصري، لأنها بالفعل انتخابات استثنائية تراهن على تحدي المصريين لما يحاك بمصر ولما يمر به الوطن في هذه الظروف. هرجع لك في حتة هذه الانتخابات، هذه المرة انتخابات الرئاسية المصرية 2024 علامة فارقة، نقطة مهمة. بس خليني أروح لسيادة النائبة مرسى. الأغاني الوطنية بتعمل نفس الحالة بإنه إيه ده، دي البلد دي جامدة قوي، البلد دي حلوة قوي، وبلدنا وإحنا يعني ربنا يديمها علينا تقريبا الوحيدين اللي من حوالينا عندنا بلد وقاعدين فيه ومستقرين ومبسوطين، عندنا مشاكل بس هتعدي. برضو فكرة الأغاني الوطنية نفس الحالة. لما اتكلم على الاغاني الوطنيه خليني من منبر الاعلام المهم يعني لحضرتك، والحقيقه اللي ليه نسبه قطاع كبير من المشاهدين، عشان كده انا هستغل ده واوجه تحيه للشعب المصري العظيم. ايوه النهارده الشعب المصري العظيم قدم حاله للعالم كله فاق توقعاتنا. يمكن احنا على مدار الايام اللي فاتت كنا شغالين في المصريين في الخارج، وكنا فرحانين جدا بالاقبال الشديد، وكنا فرحانين بالمشهد المشرف لستات مصر وشبابها رغم بعد مسافات السفارات والقنصليات والجو البرد. وبعد المسافة بين القنصليات كبيرة جدا غير هنا في الداخل، ساعات كتير، لكن كان المشهد قد ايه مشرف، وده اللي خلانا بقى نبقى عندنا الفرحة الكبيرة اللي في قلوبنا اللي فعلا دموع ما تقدرش توقف قدامها. قد ايه اخواتنا في الخارج رغم كل التحديات كانوا نازلين. النهاردة بقى مشهد تاني خالص، مشهد اكثر انارة، اكثر ضي، اكثر بهجة، اكثر فرحة
تخلي مش بس الاغاني الوطنيه تحرك مشاعر القلب، لا ده تخلي الحجر. مصر كلها في حاله من العرس الغير المتكرر ابدا، عرس في ازهى عصوره. انا بشوف ان شباب مصر واحنا دلوقتي داخلين التاريخ بشكل مختلف، لان الايام دي حقيقي ما نادرا ما بتتكرر على شعوب. ايوه انك تشوفي مشهد فيه اربع مرشحين ايوه والاربعه مختلفين، ايديولوجيات سياسيه متباينه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. ايوه مشهد ان يبقى من الساعه 8 الناس واقفه قبل المستشارين على اللجان. انا ما شفتش يعني الحقيقه قد ايه الناس، وعندك فرصه 3 ايام فانت اوريدي عندك مساحه لو انا بفكر بصوت المواطن. لكن صحيح بهجه الموقف احساس مسؤوليه المواطن ده أيوه. مخليه قادر ان هو ينزل بكل الفرحه وبكل اللهفه على انه يمارس حقه الديمقراطي ايا ما كان الحق ده ايه. لكن فكره ان هو شاعر بمسؤوليته في المشاركه ده اللي يخلينا نبقى فخورين النهارده ونوجه التحيه للشعب المصري وسيدات مصر وشباب مصر الكبير اللي نزل بقطاع كبير جدا. قد ايه مشهد مشرف يخلي اننا الاغاني نالف عليها على النهارده اليوم الجميل اللي احنا اللي احنا فيه ده النهارده. مش كده نفسي كل القهاوي وكل المحلات وكل الكشاك في الشوارع في كل مصر كلها تبقى بتشغل الاغاني الوطنيه في الثلاث ايام دول، عشان الحاله دي احنا محتاجينها، يعني احنا محتاجين الحاله دي والبلد محتاجه الحاله دي. فانا بدعو وبتمنى والله ان كل الكافيهات وكله كله يشغل الاغاني الوطنيه لمده الثلاث ايام دول. اكيد الاغنيه الوطنيه هي حاله معنويه يعني هي مدفع اخر يعني يحارب مع المصريين سواء في السلم او في الحرب. يعني من بعد ثوره 19 لغايه 73 لما بعد ذلك لعبت الاغنيه الوطنيه بالفعل دور مهم جدا. صحيح. ويعني الحكايات اللي احنا سمعناها عن ابطالنا في حرب اكتوبر طبعا ازاي بدايات الاغاني الله اكبر وانا على الربابه كان لها دور مهم جدا. أيه. ان الجنود المصريين كانوا بيصعدوا فوق الدبابات الصهيونيه ويغنوا انا على الربابه بغني. ازاي ان لما وصلت الاغاني دي للجنود كانت حالة معنوية رهيبة ساعدتهم أيضا في استكمال القتال، لأنه بالفعل دور الفن كان دور مؤثر جدا طوال الوقت. ومثل هذه الأغاني بالفعل سيد درويش كان صوت ثورة 19 طبعا. كل الأغاني والقصائد اللي بعد كده في مرحلة النضال والتحرر الوطني لغاية ثورة يوليو 52 لعبت دور عظيم جدا. وقد إيه كان الاستعمار يعني لا يضايقه سوى مثل هذه الاغاني الوطنيه. لا يهمه ان هو يحارب في الشارع وعارف اخر ابعاد هذه الحرب. انما الصوت الوطني والاغنيه الوطنيه دائما ما كانت ما تؤثر لانها كانت تجيش الشعب المصري حول فكره بالزبط. الوطن في حد ذاتها. وده حصل بعد كده على مدار التاريخ لغايه 73 وما بعد ذلك ايضا. انا ما يهمني زي هطلب من المخرج طلب على الهوا من غير ما يعمل لك مشكله في الصوت ولا في الصوره، باجوري يعني ادينا كده حبيبتي يا مصر في الخلفيه كده عشان يعني احنا سخنا بصراحه يعني. انا عايز اضيف لكلام سياده النائبه انه الشعب المصري دائما عندما يعني يشعر ان وطنه يناديه ان وطنه في خطر يبهر ويدهش العالم. نعم. وخلي بالك يعني تحس في مارد كده. انا دايما اقول بيطلع من معدن مصري اصيل كده تلاقيه. ان ال 30 مليون اللي خرجوا في 30 يونيو انا اعتقد دي كانت الشرعيه اللي اعترف بها العالم بثوره 30 يونيو. نعم. لانه والمشاهد اللي بعد كده اللي اتكررت في طوابير الاستفتاء وطوابير انتخابات الرئاسه 2014 و2018 والمشهد العظيم بتاع قناه السويس بقرروا بره تانية قناه السويس الجديده، اعتقد كانت دائما ما تدي رساله للعالم بان هذه القياده هي قياده شعبيه من صميم الشعب المصري من صميم الوطنيه المصريه. العالم عندما يراقبك هو لا يراقب عمليه اداره انتخابات. هو يرى المشهد في مجمله ويرى حركة هذا العالم بيتابع دلوقتي الانتخابات الرئاسيه المصريه بالتاكيد. يلا قول. عايز اقول لك انه ما انا وانت عارفين انه بالتاكيد بس احنا عايزين نقول للناس. انا عايز اقول لا يعني هناك تساؤلات كثيره جدا سواء في المحيط الاقليمي حولك او في المحيط العالمي انه كيف لهذا البلد تجري انتخابات لاهم استحقاق رئاسي فيها هو انتخاب راس الدوله في ظل هذا المحيط الذي تعيش فيه غربا
وجنوبا وشرقا، اضافه طبعا الى اهل الشرق اللي شغالين من الصبح ما شاء الله. كيف هناك تساؤلات، ليه ما تمش تاجيل الانتخابات؟ ليه ما تمش مساله التزكيه للرئيس الحالي في ظل هذه الظروف بالغه الحساسية والتعقيد؟ هذا هو مصدر إدهاش أيضا آخر تضيف مصر. مصر دائما ما تدهش العالم، تضيف مصر وتدل بالفعل كما أؤكد دائما أن هذه الدولة دولة قادرة، دولة قوية، دولة واثقة من أدواتها وواثقة من شعبها. ودائما في لحظات الشدة بتظهر معادن المصريين، معدن المصريين الأصيل رغم كل شيء. عايز أقول لك يعلو المصريين فوق جراحهم وفوق معاناتهم. أيوة. احنا مش هنلغي المعاناة، كلنا نعيش معاناة. نعم. لكن عندما يكون في خطر على البلد الوطن الكل يعلو فوق جراحه. نعم. واحنا مرينا بظروف كثيرة جدا في تاريخنا القريب والبعيد، بظروف أشد قسوة من الظروف التي نعانيها، ورغم ذلك عندما نادانا الوطن كان الكل يدق الكعب وكان الكل يصطف وراء الوطن ويلتف حوله. فليس غريبا على هذا الشعب العظيم هذا المشهد اللي بالفعل اكيد مراكز الدراسات في العالم ومراكز بترصد وتحلل عبقريه وعظمه هذا الشعب اللي دايما بتتحطم على صخرته اي تمؤامرات دايما تدار وتحاك بمصر. يا رب. هرجع لحضرتك في فكره الظروف اللي مرينا بيها كشعب مصري قبل كده، بس خليني اروح لسياده النائب. داخلين التاريخ بشكل مختلف، جمله قلتيها في سياق الكلام واحنا بنتكلم قبل ما اروح للاستاذ علي. داخلين بشكل مختلف علشان في تعدديه، ولا داخلين بشكل مختلف علشان مصر اتغيرت، ولا داخلين بشكل مختلف لان العالم بقى مختلف؟ داخلين بشكل مختلف لان احنا اللي صنعنا التاريخ بايدينا. الحقيقه انه احيانا كتير بيفرض عليكي تاريخ معين، احداث معينه انت بتنغمسي فيها كشعب. ده حال شعوب كتيره جدا عربيه نتيجه احداث مروا بيها، فاضطروا انه يواجهوا هذه الاحداث ويستسلموا ليها. لكن الحقيقه مصر كانت دايما عندها زاويه مختلفه ورد فعل مختلف. انه رغم كل ما يحاك ليكي من احداث، انت بتصنعي تاريخ تاني موازي بايديكي انت. احنا في فترة من أصعب الفترات اللي هتمر بيها مصر في حياتها. الفترة اللي احنا بنتكلم فيها دي لو أي شعب تاني ضعيف ولو أي قيادة سياسية غير حكيمة وغير ناضجة ورشيدة كان المفروض ان احنا بنشوف مشهد دلوقتي هو الأسوأ في حياتنا. لكن احنا النهاردة بنستر نور او ما كانش ده المشهد أصلا، يعني كان هيجي مشهد أسوأ. يعني ده ما كناش وصلت المشهد الانتخابي، لكن كنا هنوصل لمشهد أسوأ. أيه. كاد يكون فيه الدماء هي الأبرز. ولكن لوجود إرادة شعب ولوجود قيادة سياسية رشيدة بتدير المشهد في مصر، انت صنعتي تاريخ مختلف. قيسي على ده بقى اكتمال المشهد السياسي في مصر. التاريخ مين اللي بيصنعه؟ هل فئة سياسية ما هي اللي بتصنع؟ هل هما كبار المثقفين في مصر؟ أبدا. اللي بيصنع تاريخ مصر المختلف النهاردة هم جميع المصريين. كل المصريين بكل فئاتهم المجتمعية، بكل أطيافهم السياسية، بكل طبقاتهم الاجتماعية والاقتصادية. الكل أصبح رجل واحد في تاريخ هو بيصنعه بإيده. النهاردة احنا بنشوف الست البسيطة مصرنا. الست البسيطة اللي في كرة ونجوع قد تكون في حالة مختلفة عننا خالص في المحافظات طبعاً. هي نازلة تصنع التاريخ بإيديها. هي بتقول للعالم كله بقى، وده على فكرة يعني العالم بيشوفنا، لا العالم مش بيشوفنا، العالم بيرصدك. العالم واقف قدامك في حالة من الذهول عن كم الصمود اللي انت فيه، ومش كم الصمود كدولة مؤسسات فقط، كم الصمود اللي الشعب فيه. أيوة. كم الحالات النفسية والمؤسسات اللي كمان، ده برضو شيء عظيم طبعا حقيقة. احنا هنقول كمان ان المؤسسات فيها قيادة بتحكمها طبعا. فيها قوة ما بتسيطر عليها، لكن كم الظروف النفسية اللي احبط بيها الشعب المصري الفترة اللي فاتت كادت ان تحبط عزيمة هذا الوطن. صحيح. ولكن اتعرضنا احنا برضو، اتعرضنا بالزبط. خلينا يعني موضوعيين، اتعرضنا احنا برضو كشعب لحملات يعني بنحمد ربنا انها عدت، لانه لو كانت فلتت او تم الاستجابه او الاستسلام زي ما حضرتك قلتي كنا بقينا في حته وحشه قوي. احنا تعرضنا، انت عارف الفيلم لما يقول لك كله ضرب ضرب. صحيح. احنا كنا ضرب وشتيمه يعني الاثنين مع بعض. فبصراحه الشعب ده شاف كتير يعني
يعني انت بتشوفي بس هو مش اي شعب، هو مش آه. مش 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 تكتل او تكاو او تكون سكاني يعني. طبعا طبعا. انما تتكلمي على شعب جاء ثم جاء من بعده التاريخ. ايوه. شعب جيناته، هي دي جيناته. اه. اللي ما يعرفش الشعر المصري وما يعرفش عنه كويس يبقى لا فهم شيء. ايوه يعني صحيح. يكفي مشكلة مثلاً عنده. يعني يكفي مثلا حاولوا ايام الاستعمار التفرقه بين الشعب المصري. ايوه. حاولوا اسكاء الفتن وفشلوا. ووقف اللورد كلومر يقول لم أرى سوى مصريين من يذهب إلى الكنائس ومنهم من يذهب إلى المساجد. أي يعني حتى اللورد كلومر نفسه بذل كل محاولاته في أيام الاستعمار أن يفرق هذا الشعب. أي وطوال التاريخ من لا يعرف الشعب المصري لا يعرف عظمة وجينات هذا الشعب. نعم. في الصمود والتحدي. نعم. يعني احنا مرينا بظروف أقصى من دي بمراحل، يعني 67 من 67 ل73 مرينا بمراحل معيشية صعبة، ولكن كان لا صوت يعلو فوق صوت الكرامة وإعادة الاعتبار. نعم. واسترداد واسترداد الأرض. نعم. رغم أي أزمات كانت أزمات اقتصادية صعبة جدا. أي. وربما أنا كنت طفل وعشت عشت ملامح من هذه المزرعة. نعم. ودي وما نفتكر وما افتكرناش منها سوى ان احنا انتصرنا. أيوة. وان احنا عبرنا وقفنا وراء الوطن. أيوة. ما كانش جيش بس على الجبهه، لا كان جيش داخل الجبهه الداخليه ايضا. نعم. جيش يحارب وجيش يحمي الوطن في لحظات كلنا بنتحول جيش، يجب ان احنا نستدعي مثل هذه الصور. أيوة. وانا عشان كده بس انا ليا اقتراح نسبه صور الاطفال انا شفتها. صور اطفال يعني انت معانا مشاهد الحياه عظيمه برضه، لازم يعني تكرسي وتنمي المشاعر الوطنية دي. أيوة. داخل الأطفال. أيوة. من خلال عمل منتظم. يعني أنا أقترح ليه ما يتمش محاكاة داخل المدارس أستاذة مارتا، وأنتي يتم طبعا يا فندم برلمانات الشباب، وأنتي لازم تعملي ده. طبعا. يعني تنادي بده أنه داخل المدارس يبقى في تمرين وتدريب على المحاكاة للانتخابات والمشاركة السياسية. ده مهم. يعني أنا من وجهة نظري أنت أدي الجيل ده، الجيل اللي جاي زي ما قلنا جيل 30 يونيو دلوقتي اللي هو حامل الراية. صحيح. لأن اللي لما قام 30 يونيو كان عنده 8 سنين أو أقل. أيوه. دلوقتي هو اللي حامل الراية، هو اللي واعي بما يحدث في مصر، وهو اللي لمس الإنجازات اللي حصلت في مصر. أيوه. أتمنى أنه يكون داخل المدارس، لأنه وجهة نظر المرحلة الأساسية في التعليم يجب أن تكون مرحلة سلوك وتدريب. نعم. مش مرحلة توقين وتدريس. كمان ويعني احنا بنفكر مع بعض وبندي افكار، لانه في النهايه ده لمصلحتنا كلنا. جيل 2011 اللي كان اطفال النهارده شباب ولي حق التصويت. صحيح. اعتقد انه الله لا يعودها مشاهد الفوضى والخراب، اعتقد الصوره الذهنيه ما زالت عند الاطفال، فبالتالي لازم يبقى حريص على الحفاظ على البلد دي وعدم تكرار اللي شافه وهو صغير وهو عشان كده لازم تظل الذاكرة المصرية مثخنة بمثل هذه المشاهد. ايوه. عشان بس نعرف قيمة هذا الوطن ونحافظ عليه، نذكر دائما بما كان وما كان سوف يحدث لولا إرادة الله وإرادة هذا الشعب. صحيح. وجود قيادة سياسية. صحيح. حكيمة استطاعت ان تقود هذا البلد الذي كان مخطط له. أيوة. ان يكون مصيره. أيوة. مثل مصير باقي الدول التي نشاهدها الان. نعم. فبالتالي مثل هذه المشاهد يجب ان تظل مهم. حيه أنا وموجوده في ذاكره المصريين. انا دايما افكر ده مع الفكره طبعا. فكره انه انت السؤال بتاع حضرتك انك الجيل بتاع 2011 هم شباب اليوم. واولادنا الاطفال دلوقتي هم شباب اللي هيكملوا المسيره بعد كده، معاشات التاريخ. عشان كده نرجع تاني لفلسفه. أيوة. صنع التاريخ. ايوه. انت مش بس بتعيش حاله من الاحداث. انت بتصنع التاريخ النهارده لاولادك بكره، لما انت كاب وكام تنزل تشارك بتعلمهم ان هم اللي هيكملوا اللي انت وريته لهم النهارده بعينيهم. أيوة. اللي شافوه واللي انت النهارده بتعمله، لانك شفت في 2011 معاناه وتحدي وخطر على مستقبلك وعلى. أيوة. بلدك. أيوة. خلاك النهارده قادر بتقود المشهد وبتصنع تاريخ فارق في حياتك وحياه ولادك وحياه مستقبل بلدك بشكل جديد. لانك عشت المعاناه. أيوة. دايما من رحم المعاناه بيخرج القوه. صحيح. وبيخرج المجد. صحيح. فبالتالي احنا محتاجين اننا نخلي ولادنا. احنا ليه لغايه دلوقتي بنتكلم على حرب اكتوبر رغم ان جيلنا تقريبا ما عاصرهاش طول عمرنا؟ هنتكلم عن جيل اكتوبر قدر انه يخلينا نعيش التاريخ معاه. ونبقى حاسين بكم الانتصار. بالزبط. وحجمه. بالزبط. لدرجه الفخر اللي احنا عايشينه رغم. أي. ان احنا ما صنعناهوش. أي. وده اللي احنا هنقدر ننقله لاولادنا. يوم ما نيجي نتكلم مع اولادنا على 30 يونيو يجي بعد كده في استحقاق اي انتخاب، يبقى هم عارفين ان البلد دي ما جاتش بالساهل. لا، وخدي بالك ان احنا كمان السوشيال ميديا والتطور والتقدم اللي بيحصل
كنا زمان ونظرنا أسهل ونظرنا يعني ضعف من كتر القرايه والبحث، ونجري صحيح على مكتبه الاهرام، ونجري على مكتبه مش عارفه ايه دار الهلال، ونقعد ننقل، ولما تلاقي صوره بتبقى حاجه نادره يعني. ايوه، ويقعدوا يقولوا لنا يلا عشان هنقفل، طب اخلص السطر ده بس. دلوقتي انت عندك كل حاجه موثق، كل حاجه متشافه، كل حاجه يعني مش محتاج كل حاجه غير قابله للتزييف. انت دي نقطه مهمه جدا طبعا. لانه احيانا التاريخ يزيف. طبعا طبعا، فاحنا النهارده في مكان الوقت، وعندنا قوه كبيره جدا اننا بنحافظ على تاريخنا بمصداقيه. زي ما سيادة الرئيس دايما كان يقول، احنا بنمارس السياسه في شرف عز فيه الشرف. لكن احنا النهارده بنوثق ده لاولادنا علشان يشوفوا حجم القوه اللي فيها الدوله المصريه. وان ما مر على الدوله المصريه كتير قوي. علشان كده هي بلد كبيره قوي. طيب خلينا يعني عايز اقول لك على حاجه عادل في نفس السياق قبل وبعد. كان ليا شرف ان انا اول كاميرا اروح الاسمرات، والنهارده انا كنت معايا مراسل الاسمرات. فانا لما شفت مشهد الاسمرات، شفت مشهد الناس اهالينا، فانا كان معايا مسؤول ما، فاقترحت عليه فكره انه ارجوك يا ريت يبقى فيه على العواميد دي صور المكان اللي كانوا الناس دي ساكنه فيه بعد ما سمعت المعاناه بقى اللي هم كانوا عايشين فيها، ودلوقتي عاملين ايه. صحيح. الحقيقه هو ما حبسش الفكره، وكان عندي كونسبت كده، كان عنده وجهه نظر. طبعا انا ما فرضتش رايي، بس انا قلت له انا ليه هدف فكره ازاي نحافظ على المكان. فكر قال لي لا، احنا مش عايزين نفكرهم بالماساه او المعاناه اللي كانوا عايشينها. قلت له بس الهدف الافضل اللي يكمل، احنا عايزين نحافظ على الاسمرات دي علشان ما نرجعهاش المكان ده، أو ما نرجعش، ونحافظ على بلدنا عشان ما نرجعش للمشهد القديم. الأسمرات أنا لما رحت أقسم بالله أنا الأطفال كنت أكاد أبكي. أنا طبعا الكلام ده يمكن الإعداد يفكرني من كام سنة، طبعا الأطفال دول كبروا دلوقتي. اتفرجي واتفرج الطفل وبيقول لي لا سنتين إيه نصابين، لا أكتر. اتفرج الطفل وهو بيقول لك أنا دلوقتي بشوف خضار وبشم ريحة زرعة. أنا كنت بشم ريحة مجاري، كنت علشان أعدي علشان أروح مدرستي كنت لازم أعدي على خشب كتير قوي عشان كان في مجاري وممكن أعدي بيه. الستات كانت بتقول لي ما كانش عندنا ساتر يسترنا أنا وولادي غير ستارة، كان ممكن شوية هوا توديها وتجيبها فنبقى متعرين. انت بتكلمين أنا؟ طيب. طب إيه رأيك بكلمك أنت وسيادة الرئيس؟ اللي عاش سنة عشان يعمل موضوع صحفي في القلب مع الناس دي. انا عشت مع الناس دي. وكوباس، وعشان اعمل بيعلي عليا، واخده بالك؟ بص عمل محاكاه بيعلي عليا. وانا موافق. انا عشت مع الناس دي يعني في الثمانينات، اخر الثمانينات في بدايه العمل الصحفي يعني. عشت مع الناس دي ليلا ونهارا، ولدرجه ان انا حبيت ان انا اكون واحد منهم. انت بتتكلمي على حاجه انا شفتها بعينيا وعشتها. كنت دايما يعني بتساءل امتى، طب انا همشي بعد شويه بعد ما اعمل المعايشه اللي انا عملتها شهور يمكن سنه. طب الناس دي امتى تعيش حياه كريمه؟ بالظبط. امتى الدوله لسه هنروح لحياه كريمه؟ ما انا بقول لحضرتك يعني حياه كريمه ده تعبير موفق جدا من صحيح يعني. صحيح. امتى الناس دي تبقى عايشه زي البشر الباقيين؟ ايوه. لأن دول ما يفرقوش عن أي حد ساكن أدمين في باقي الأحياء. بني آدمين، أنت عايزه يعيش عيشة البني آدم الطبيعي. وأن دول قنابل موقوتة. بالظبط. حول مصر. وحقه يبقى قنبلة موقوتة. كان دايما لأنك مش شايف طول الوقت. العدو دول طول الوقت كان ينظر لهؤلاء ولا ينظر للذين يسكنون القصور أو البلاد أو لا، كان يستخدمهم. لأن هم دول اللي هيستخدمهم بعد كده. أيوه. سواء العدو الداخلي أو العدو الخارجي. طبعا. عندما جاء بطائرته شيمون بيريز. أيوه. وقال نحن نريد هؤلاء. ايوه. لان هم دول يكونوا القنبله اللي الاداه الاداه. فلما تيجي قياده سياسيه واعيه وتنهي يعني عايز اقول لك اكبر ظلم حصل اجتماعي، ظلم اجتماعي حصل لشريحه تبلغ اكثر من 20 مليون نسمه. ايوه. في مصر سواء في القاهره او في المحافظات. ايوه. وتنقلهم الى مستوى اجتماعي وحياه كان مسطور. فدي من وجهه نظري ايوه يعني اكبر ملمح لملمح اللي هو تعزيز الشعور بالانتماء الوطني. بالظبط.
المساله اغاني وكلام وكلام كل شيء لا لا بس انما ازاي بامر واقع انا شايفك ده تعزيز عنده الانتماء أيوة. اللي نقله من حياه انا شفتها حياه لا تليق انا اسف يعني أنا بحيوانات بريه بتحكي لي والله والستات بتحكي انا شفت بعيني انا شفت الامهات معاش. بقيت مش قادره اتصور قلت لك كانوا بيدخلوا علينا في البيوت يتهجموا علينا احنا انا ولادي وبناتي لم تكن هناك اي خدمات لم يكن هناك اي قانون لم تكن هناك اي مستشفيات ولا اي امن ولا اي احترام اي شيء خليني بس مزين. اقطع الكلام معاك وعايز اقول بس لحضراتكم انه اللي عنده مشكله في اي لجنه او اللي عنده اعاقه او اللي عنده صحيا مش قادر ونفسه يروح ينتخب يا جماعه تعاملوا مع النجدة على طول بتوفر العربيات هنا بتكلم على كبار السن وبتكلم على اللي عنده أمراض بنعيش في كل مريض يا رب ما تقلقش كل التجهيزات موجودة علشان لو انت عايز تروح تدلي بصوتك فده متوفر ليك فقط انت هتكلم الداخلية زي ما هنشوف الفيديو السيد وزير الداخلية والسيد مدير الأمن والسيد مدير المباحث على اهتمامهم أول ما اتصلت بهم بصراحة بقولنا على طول وخدون لأن أنا مش قادر وتعبان وما تأخروش بصراحة وعملوني معاملة حسنة وكويسة انتخب لأن ما كنتش قادر أروح انتخب لأن عندي أمراض مزمنة وكبير في السن عندي 71 سنة فبصراحة هم وريحونا على الآخر يعني ما تأخروش علي يلا رجعنا تاني برحب بضيوفي وبرحب بحضراتكم كنا بنتكلم على فكرة انه لما تبقى الدولة شايفاك البلد شايفاك بتنقلك من حالة حتى نفسيا بيتغير بالتأكيد السلوك بيتغير فموضوع الأسمرات ده وكل المشروعات وبشير الخير وفي كل بشير الخير كل حتى في مصر المشروعات اللي اتعملت دي الحقيقة شيء عظيم عظيم للشعب المصري تعمل كنت بتقول حاجة وأنا قطعتك في الأسمرات كنت بقول أنه بالفعل أنت يعني لما أنت بتحولي الشعور بالانتماء الوطني من شعارات ومن كلام أيوه إلى واقع أيوه. فأعتقد أن أنت كده بتطمني على مستقبل بلد أيوه. لأجيال لم يعد لديها أي نوع من الأحقاد الاجتماعية أي نوع من الخوف على المستقبل أي نوع من لا انتماء اللي كان بيستغله البعض للأسف طبعاً. أن يكون قبلة مقودة في وجه الدولة نعم. فبالتالي مثل هذه المشروعات الضخمة والعظيمة نعم. الإنسانية أي. أعتقد دي أرقى صور الانتماء الوطني ليست هي فقط بتتكلمي على جملة قرارات وإجراءات اجتماعية تمت لصالح الطبقة الأقل في مصر والمحتاجين في مصر كثيرة جدا وده اللي بالفعل اللي خلي مشهد زي كده النهاردة عندما أقول لك الوطن بقول لك تعالى أنا محتاجك دلوقتي كل هيطلع رغم كل محاولات التيئيس وكل محاولات الإحباط وكل مش عارف ايه اصل مش عارف السعر مين النهارده بكام اصل أيوة. مش عارف ايه ده اللي بدانا بيه وكانت ست النائبه بتتكلم فيه ويخليني اروح لها لانه الكلام شفتي جالك لغايه عندك الكلام ده كنا بنتكلم كنا بنتكلم على فكره احنا كشعب تعرضنا لكميه حروب نفسيه كتيره يعني خلينا نبقى موضوعيين صحيح. تعرضنا لحروب نفسيه كتيره وكان في محاوله غير طبيعيه وتكثيف في المحاولات دي للعب في الدماغ طول الوقت واللعب بينا طول الوقت احنا معرضين كنا نروح في حته غير اللي احنا فيها خالص عايزه افتح الموضوع ده مع حضرتك في نقطتين يلا. النقطه الاولى يعني المخابرات العالميه فيها قسم كان بعد حرب اكتوبر لدراسه الحالة النفسية والمزاجية للمواطن المصري الشعب إزاي الشعب ده قدر في الوقت ده بعد نكسة إنه يحول النكسة لانتصار وكان عندهم كل السبل اللي بيها برضو موصلين الشعب المصري حين زاد بحالة بظروفها يعني بظروفها بتاع القديمة إذاعات بقى اللي كنا بنقعد وإلى الآن
هذه الدراسة قائمة بل على أكتر وأكتر من العلم أو درجات العلم الكبير لدراسة مع التطور طبعا لأن التطور عندك هو مش تطور تكنولوجي فقط. تطور طرأ علينا انعكاسات مجتمعية. أصبح مش نفس الناس ومش نفس الأدوات. احنا نفسنا اتطورنا اتغيرنا الشعب نفسه فالدراسة كمان أصبح فيها تطور لدراسة الحالة النفسية للشعب المصري. فالحالة النفسية للمواطن هي حرب من أشد الحروب اللي بيلاقيها الشعب المصري وقد تكون أكتر من الحرب الاقتصادية تأثير. لأن إنك تلعبي على نفسية المواطن أنت تقدري تعملي منها شوية حاجات بسيطة جدا. أولا تعملي حالة فقد الثقة بينه وبين القيادة ده رقم واحد بسهولة جدا من غير ما تلعبي في أي مؤسسات دولة ولا ترهكي يعني قطرة دماء واحد. النقطة الثانية انك تخلقي حالة من البعد النفسي بينهم عن الوطن اللي بنسميها عدم الانتماء وعدم الولاء. انه الشباب يبقى طول الوقت حلمه الوحيد انه يهاجر. ولما يهاجر اصبحت الدولة بلا وقود لان الوقود بتاعنا هو الحقيقي هم الشباب. طبعا. احنا بنعول طبعا. على الشباب في كل شيء. فلما يبقى حال دول الشباب دول حراس الوطن اللي جايين دول حراس البلد هم دول العمود الفقري للشعب كله ذخيرة وحراسها. فلما تلعبي على النقطة دي انت خلاص جردتي الوطن من وقوده اضافة انك فقدتي الثقة بينهم وبين القيادة السياسية. ضيفي عليها تحديات اقتصادية بيمر بيها العالم كله مش انت. هنمصرها بقى هنحطها في قالب مصري علشان تبقى كأنها موجهة لمصر فقط وكأن العالم كله اختزل في مصر كأن معاناة اقتصاد العالم كله اختزلت في مصر. مش هيخليك تشوفي العالم خالص هيخليك تشوفي تحدياتك انت الاقتصادية. فأصبح عندك كل المقاومات اللي مش تخلي شعب يحبط لا شعب يستسلم لهذه الحالة ويتراجع لورا ويسيب الوطن يغرق. لكن الحقيقة انه ده ما شاهدناهوش تماما. خدي بالك انه فكرة فقد الثقة في مؤسسات وفي دولة وفي قيادة اللي قبل ده كمان هو فقد الثقة في النفس وفي الذات. يعني انا لما تبقى عندي مشكلة اقتصادية زي ما احنا موجودين دلوقتي او عندنا غلاء في الاسعار وانا نفسيا شوية طبيعية بعرف افكر هدبر ازاي لا البند ده استغنى عنه لا اجيب ده ابيع ده اعمل ده. انما لو انا متدمرة نفسيا مش هقدر افكر في اي حاجة. فهي فكرة اللعب كان على الدمار النفسية المصرية. لازم برضو تفكر الناس التاريخ. انا عايز اقولك انه مثلا ده صح جدا دولة زي الصين الناس مش يعني لما تعرف التاريخ الصين تعرضت لمجاعة حقيقية حوالي 4 سنين من 59 ل 62 وراح فيها 50 مليون واحد ورغم ذلك الدولة نهضت وبنت انت تقريبا دلوقتي اكبر قوة اقتصادية او شكت ان تكون اكبر قوة اقتصادية طبعًا. في العالم طبعًا. لكن هي فكرة ازاي انت تدمير الاخلاق والاجتماع والتفكيك الاجتماعي لاي شعب احنا مشكلتنا دائما مع العدو سواء الداخلي او الخارجي هي مشكلة الوعي عند المصريين ان المصريين طول الوقت حاضرين في الازمات مش مستعدين يستسلموا ربما البعض بعض الافراد او بتاع لكن طبيعي. عندما تستدعيه في وقت الشده بتلاقيه جندي في الميدان عشان كده الكتابات يعني لازم نقرا كيف يفكر الاخر فينا لازم دايما اقول كده يا جماعه يعني وبلاش نحقق لهم وجهة نظرهم في انه احنا شعب لا نقرأ لا ده احنا لازم نقرأ قوي. عايز اقول لك يعني هناك مقولة مشهورة جدا لاحد يعني قادة الاعداء انه بعد 79 كمان يعني شوف المسألة يعني السلام بالنسبة لهم ده حاجة تانية ده بعد اللي قالته سيادة النائبة بعد الفترة ان المعركة مع الشعب المصري ليست مع السلاح الذي في اليد ولكنهم مع الوعي والافكار نعم هي دي المعركة الحقيقية لانه هو عارف انه لن يقدر عليك بالسلاح فازاي ان هو يقدر يهزمك وعارف لو انت انطلق عارف خسائر السلاح دلوقتي مش هي دي الحروب بالزبط. اللي بتستهدف حروب الجيل الرابع والحروب النفسيه هي بقت الاقدر على تدمير الشعوب بدون قطر الدماء ده صح هو ده فهي معركه الوعي زي فخامه الرئيس ما بيقول دايما هي دي المعركه الاساسيه السلاح والعدو احنا عارفين ابعاده وحدوده صحيح لكن صحيح. فكرة انك تدمري شعب كامل من خلال وعيه هي دي اخطر المعارك واخده بال حضرتك فبالتالي علشان كده مشاهد مثل ده هي بتعتبر من وجهة نظري يعني غسيل للوعي استعادة للوعي اعادة انتاج للوحدة والتلاحم والصخرة العظيمة دائما اللي بتتحطم عليها فاكرين لما كان في شوية كده على السوشيال ميديا وعلى قنوات بعض قنوات
الإعلام اللي هي بتكره الشعب المصري. أنا مش بقول بتكره مصر، بتكره الشعب المصري، عشان كده دايما في ماشية في سكة الدمار النفسي للشعب ده. كانت كنا من كام سنة برضو كده ما نقول يا جماعة لازم نحافظ على البلد دي علشان ما نبقاش سوريا وليبيا، كانوا يقولوا لنا بطلوا بقى تقولوا إيه، فضلوا يقولوا كده لغاية ما السودان كمان هي وقعت، ولغاية ما اللي بيحصل في اليمن حصل، ولغاية ولغاية ولغاية. فكرة إنه طول الوقت الإصرار على التدمير مازال موجود طبعاً. يعني أقصد فكرة إن إحنا معرفتنا بالوعي ده مش هيغني على إن هما يبطلوا، مش ده مش معناه إن هما هيبطلوا، ده صحيح هيتبعوا أساليب أخرى. علشان كده بقول الانتخابات دي ليه بقى؟ ليه بقى قلت على مفارقة؟ لأنه دي مش مسألة تصويت على اختيار رئيس فقط، وإنما تصويت على مستقبل الوطن، على وحدة هذا الوطن. لم يبقى في هذه المنطقة زي ما قلت كده، ما انت حضرتك فلشت الخريطة ودي لي فين الدول الوطنية الموجودة في المنطقة من شرقا وغربا دون تحديد أسماء. أين هذه الدول؟ لم يبقى من نظرية الفوضى الخلاقة سوى الصخرة البصرية. ودائما أنا ما بقول من أيام الهكسوس المرور بكل مراحل الاستعمار اللي انت مريت بيها للاستعمار الجديد لحرب السوشيال ميديا، ان كل المؤامرات بتتحطم دائما على صخرة هذا الشعب وجيشه. طبعا يعني عايز لا ده تاريخ اللي بيقول كده. طبعا كل هذه المؤامرات بتتحطم على صخرة الشعب المصري وجيشه وتحالفه واتحاده ووقوفه وراء قياداته. فبالتالي هنا المغزى ان انت ما زلت دولة حاضرة وقوية، ولذلك هذا المشهد الانتخابي هو مشهد استثناء، هو رسالة للعالم الخارجي ورسالة لكل اهل الشر ان الشعب المصري حاضر ويصوت الان في مثل هذا المشهد اللي وصفته سيادة الدائبة بمشهد مدهش من وجهة نظري، مبهر للجميع ومخزي للبعض، لانه تصويت على مستقبل هذا الوطن، على تلاحمه، على تماسكه، على استقراره وعلى ثقته في قيادته رغم كل الظروف ورغم كل التحديات. لانه ان الشعب شاف اللي ممكن يحصل ايه وما زالت المؤامرات مستمره. ولكن انا اعتقد اي شيء زي الرئيس بقى ما قال يعني طول ما احنا كده ولا اي حد يقدر علينا بالفعل، وكان اقصده راجل استراتيجيه وراجل قارب التاريخ، فبالتالي طبعاً عارف كويس قوي ان وحده الشعب المصري. انت كنت يعني في معركه في التاريخ يا مدام عز، بس هقولها في جمله، دي من اهم المعارك في تاريخ العالم الاسلامي. تيجي نأجل المعركه بعد ما نشوف الفيديو ده عشان عايزين برضو نروح لسياده النائبه، وبرضو ليه هي علامه فارقه وليه مهم جدا، ليه مهم جدا ان كلنا ننزل وننتخب في الثلاث ايام النهارده وبكره وبعد في هذه الانتخابات الرئاسيه. خلينا نشوف مع حضراتكم فيديو مجمع لقيادات الدوله وهم بيدلوا باصواتهم، ونعود ونلتقي بحضراتكم.
برحب بحضراتكم مجددا وبرحب بضيوفي. خلينا اقول لحضراتكم يعني وسط ما احنا بنتكلم عن مصر وعن الانتخابات وعن حضراتكم برضو لازم يبقى في اخبار عاجله كده نقولها لحضراتكم. رئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء لمتابعه مشروع مستقبل مصر وخطه التوسع الزراعي. سيدي النائب، كنا بنتكلم ليه هذه الانتخابات علامه فارقه؟ انا عايز اعلق على الخبر العاجل الحقيقه. اتفضل. انه في ظل اجواء انتخابيه يعني متابعة الرئيس لخطوات التنمية علامة مؤشرة جدا بالنسبة لي، من بتنتبني حالة من الاطمئنان على استكمال الحلم اللي احنا عشناه. ليه علامة فارقة؟ لانه الحقيقة انه الانتخابات اللي احنا بنشوفها النهاردة، فكرة تنوع الرؤساء او تنوع المرشحين منصب رئيس الجمهورية، ده بالنسبة لي علامة للنضج السياسي للدولة. أنا كنت بتمنى المشهد ده من زمان. أنا من يعني وأنا حلوة بس أنا بتمنى أكتر بقى، خلينا يعني من سقف طموحنا إنه المرة جاية يبقوا 8 و10 و11 مرشح. لا وأنا بتمنى يبقى فيه امرأة. ما هو الثمانية لسه فيها أم. لازم يبقى فيهم سيدات. بالظبط. قوي. ولازم يبقى فيهم كل الفئات المجتمعية والطبقة. هي أيوة. هو ده اللي بيساوي نضج الدولة المصرية اللي موجودة. أيوة. فلما نبدأ المشهد السياسي بأربع مرشحين والأربعة لهم كل الاحترام طبعًا. ولهم كل التبجيل طبعًا. في تاريخهم السياسي المشرف الحقيقي طبعا بأيديولوجياتهم السياسية بأحزابهم المتباينة. أيوة. الأحزاب العريقة كمان يعني نتكلم على حزب زي الوفد والشعب الجمهوري والمصري الديمقراطي من طبعًا. أكبر الأحزاب المعارضة في مصر، مشهد الحقيقة مختلف. أيوة. أنا عايزة بس شوية يعني يمكن أفتح قلبي معاكي ومع السادة المشاهدين لبعض التساؤلات اللي ممكن نكون إحنا مكسوفين نقولها. لا إحنا مش مكسوفين نقولها، إحنا جايين نقول للشباب اللي بتقول مكسوفين. الناس في الشارع اللي جايين يقولوا لا أنا مش عايز أنزل لأن العملية محسومة، أنا مش عايز أنزل لأني أنا شايف إن دوري مش مهم، إني أنا يعني خلاص هي وقفت على صوتي أنا إن أنا هنزل. ده كلام مهم قوي ولازم نجاوب. لازم نجاوب عليه. أنت رديتي قبل ما نسأل، لازم نجاوب. طيب. طبعا ما بيننا كده، أنا مش هنزل لأنها محسومة، تردي تقولي إيه؟ طبعًا الحياة السياسية هدفها الأساسي المشاركة. حضرتك مش نازل عشان النتيجة، حضرتك نازل علشان تصنع النتيجة. صنع النتيجة هو فكرة المشاركة الإيجابية. أيوه. وجود الرموز اللي حضرتك عرضتيها النهاردة على الشاشة ما بين مؤسسات دينية وما بين مسؤولين وقيادات تنفيذية. نعم. هي الناس دي ما عندهاش إدراك لحجم التأثير اللي هم موجودين فيه والنتيجة اللي هتكون إيه. أيوه. لكن هم مقدرين لحجم مسؤوليتهم وشعورهم بأن هم جزء من هذه النتيجة وجزء من هذا المشهد، وأن وراهم قيادات كثيرة جدا هتمشي وراء خطواتهم. هو ده الأساس. جميل. حضرتك لما تنزل وفاكر أن صوتك مش كفاية. لو أنا قلت صوتي مش كفاية وإنتي قلت صوتك مش كفاية، طب وبعد إيه؟ بالظبط. بالزبط. ولما نقول للعالم كله ان مصر بيديرها مجموعه من الناس ويبقى اختيارنا هو مين اللي اختار، لكن لما كلنا نشارك انت بتعلي دورك ومسؤوليتك في احساسك في الوطن. دايما انا بحب مقوله كده الارسطو دايما بيقولها، مواطن صالح خير من فرد صالح. بالظبط. انت احساسك انك مواطن مسؤول عن هذا البلد ومسؤول عن النتيجه المرجوه لهذا البلد، فده اللي هيخليك انت قادر تكمل. الجزئيه الثانيه اللي حضرتك كنت بتتكلمي فيها من شويه ان احنا في مشهد 2011 النهارده بنكمل المسيره لاننا عشناه. اللي انت هتعمله النهارده اولادك هيعملوه بكره. ايوه. اوعى تكون فاكر انه ان انت تصحى الصبح قبل ميعاد شغلك وان انت تاخد اسرتك وتنزل وتتصوروا وانتوا فرحانين بادلائكم بالصوت ده. مش مشهد هيترسخ في ذهن ابنك اللي لسه اربع وخمس سنين وهيعمله هو مع اولاده في المستقبل. فالمشاركه احنا مش بنتكلم عن نتائج، احنا بنتكلم عن ايجابيه. أيوة. ودور للمصري لازم يمارس هذا الدور وله حق في ممارسه هذا الدور، ليس حق دستوري فقط لكن هو حق مواطن. نعم. مصري بيعيش تحت هذا الوطن. هرجع لك تاني بس يعني بالنسبه للمشاركه السياسيه يعني عشان كده اعتقد يجب ان نبني على هذا المشهد. نعم. يعني هذا المشهد بالتنوع اللي احنا شايفينه لصالح العيال حزبي بالتاكيد. ده حقيقه. الناس شافت وصالح الحياة السياسية في مصر في اللي جاي يعني ده بالنسبة لي مؤشر. الناس شافت ان هناك ثلاث منافسين من ثلاث احزاب، اظن انه كان عدد كبير من الناس ما يعرفش عنهم حاجة. صحيح. انما مع اصرار القيادة السياسية على الادارة الانتخابية السليمة واتاحة الفرصة بالتساوي امام جميع المرشحين للظهور ببرامجهم وبزياراتهم وبمؤتمراتهم الانتخابية وبلقاءاتهم، اعتقد انه ده يدي ثقة للناس انه ده لن يتم التخلي عنه، ده اصبح مكتسب.
الانتخابات القادمة بإذن الله سيكون هناك منافسة أكثر ومشاركة أكثر، لأن أنا شفت والله ثلاث رؤساء أحزاب ظهروا في الإعلام، ظهروا في المؤتمرات، لقاءاتهم، حتى النهاردة صورهم موجود له بأصواتهم، فبالتالي ده لصالح الحياة السياسية. أتمنى إن شاء الله بإذن الله تكون حياة سياسية أكثر انفتاحا، وحياة حزبية أيضا تشجع باقي الأحزاب أنها بالفعل تصنع نوع المشكلة الشركة السياسية الصحيحة جدا. الحاجة الثانية اللي عايز أقولها، أتمنى أنه يكون في مدارسنا وفي جامعاتنا وفي كل مكان هناك نوع من الدائم بالتوعية بالمشاركة السياسية، لأن المشاركة السياسية بتيجي عبر مراحل، مش مجرد أنها لحظة وانتخابية. والله حسيت في مؤشرات لطيفة، بس لازم إنه نأكد عليها، فكرة تحدي الطلبة وفكرة حاجات دي من البداية، يعني فكرة ورئيس الفصل فكرة والجو ده لازم نركز عليه، لأنه ده بيخلق أولا حالة الاهتمام اللي تؤدي للتفاعل الإيجابي اللي تؤدي بكل ده في الآخر للمشاركة والانخراط في تنظيم سياسي شرعي في عمل سياسي في عمل تطوعي. هو ده اللي أنا بقصده، يكون عندنا ثقافة المشاركة، ده مهم، وليس فكرة أن أنا أطالب الناس. الثقافة بتيجي من خلال ممارسة من أحسسه أن صوته ده هو صوت على مستقبله، ده مرتبط بحياتك يا حبيبي، أن أنت صوتك النهاردة هتجنيه بكرة وتجنيه أولاد. عفوا أستاذ عادل، لا سيدات، احنا عايزين حلقة بعد إذنك، بس سيدات الحقيقة قصادي لا تصدقي يا دوب، يعني ما كناش نفرح، المخرج نزل لنا رجال كمان، هو مشهد السيدات والرجال، لا اصل احنا معلش اذا حضرت السيدات فتتحدث هنا يتحدث برضه بايجابيه عن السيدات وعلم مصر. ده فين يا جماعه؟ انا مش شايفه من بعيد. مشهد ده فين؟ الجيزه. الجيزه تمام، الجيزه عامله شغل عالي في العلالي الحقيقه، يعني نتمنى كده كل المحافظات هتكون بهذا المشهد. هرجع تاني سؤال اللي لازم، وانا من الناس اللي بحب قوي اتكلم على ما يحدث على الارض، اللي بيتقال على القهوة واللي بيتقال على الرصيف واللي بيتقال في الشارع واللي بيتقال في الكافيهات، اللي بيتقال على جميع المستويات. انزل ليه؟ ما هو الموضوع محسوم. رد يا استاذ، لان انا عندي رد. انا عايز يعني مش محسوم ولا حاجة، هي مسألة انت حضرتك مش عاوز تشارك فما تشتكيش من اي شيء ولا تدلي برايك باي شيء، انك اصبحت زي ما قالت الاستاذة ورطة فرد وليس مواطن. المواطن هنا فارق ما بينه وبين الفرد، في فرق بين المواطن وفي فرق بين انك تبقى فرد، ان انت رقم. لازم تكون رقم. واثق من نفسك، واثق باللي بيحصل، ان انت واحد مشارك في هذا الوطن، لانه فكره الوطن دي مش فكره حكومه او فكره فئه، لازم نفهم فكرة الناس ثلاثية متكاملة. فكره الوطن دي جمله جامده قوي، انت مشارك كبيره قوي، الحكومه مسؤوله، وانت مشارك وتعيش على الارض، نعم، أن تحيا عليها، نعم، بكرامة، وأنك تتفاعل مع كل قضاياها. شايف المشاهد؟ بالتأكيد، يعني شايف المشاهد يا ست النائبة، الساعات الأولى كمان جمال. حاجة مشرفة ومبهجة للعالم كله، فخر أوي. الناس كمان هنا يبقى الإعلام، مش الإعلام مش الإعلام، الصور مثل هذه الصور يجب أن تصدر للخارج، نعم، ما تصدرليش اللي أنا عارف لسه كنت هقول، هذه الصور هذه المشاهد يجب انها يكون ان شاء الله اكيد عندنا خطه. دكتور ديا رشوان، المفروض كل المشاهد دي تترجم بعد اذن حضرتك دكتور ديا، وتتسلم لكل المراسلين. هذا هو الشعب المصري الذين تراهنون عليه، صحيح، ان هو مش عايز اقول بيدي لطمه، انما بيدي رساله، نعم، ان هو خلف هذا الوطن وخلف هذا قيادته وخلف مشروع الوطني لاستكمال عمليه البناء. ايوه، لان استكمال عمليه البناء انت هو شعب، صحيح، شاف طوال 10 سنوات، ايوه، يعني كنت بتحارب ارهاب قد ايه، اقصى انواع الحروب هي هذه الحروب البشعه، حروب الارهاب. اي لما تفكر بقى انك ما تنزلش، افتكر يوم من ايام الارهاب. أيوة، الله لا يعودها. أيوة، يعني افتكر كده يوم من ايام الفوضى، الله لا يعودها، او افتكري كده يوم من ايام الفوضى لما كنا بنخاف وما بننزلش وبنعمل. على فكره ده مش بنقول ده عشان الانتخابات، احنا بنقول ده عشان ده واقع، وقع وانتوا عشتوه واحنا عشناه وكلنا عشناه. يعني انا مثلا ممكن اقدر اقول للشباب ايه يا ست النائبه، انه لو انت بتفكري، رغم ان هو قايم بدور عظيم، بس انا بتكلم على كل من يقول لك لا ما هو مساله محسومه، او يعني صوتي مش هيفرق، صوتك هيفرق ويفرق قوي، لانه انتوا لو بصيتوا حواليكوا وانت قاعد على القهوه هتلاقي في جنبك يمني وليبي وسوداني
وعراقي هتلاقي جنبك، وممكن تلاقيه جنبك في الجامعة، وممكن تلاقيه جنبك في الشغل، وممكن تلاقيه جنبك في الأوتوبيس، وجنبك في الميكروباص، وجنبك في التوك توك. الناس دي موجودة. اسألي هم ليه هنا؟ وبيحسدك على نعمة مصر. الناس دي ليه سابوا بلدهم وجم هنا؟ الناس دي ليه ما فكروش في أي بلد تانية غير هنا؟ ربنا يحميها ويحفظها يا رب. ده في حد ذاته انك تشوف المشهد ده، لا تنزل تنتخب عشان تحافظ على البلد دي. ولما بنقول البلد دي مستهدفة، مش استهلاك إعلامي، والله أقسم بالله أبدا، البلد دي حقا مستهدفة. يمكن كان واضح قوي بقى يعني، أو مش كان، مازال قصة غزة وقصة طبعا التوطين وقصة طبعا وقصة مصر مستهدفة. فكرة ان احنا كشعب نحوط على البلد دي، هو ده الامان بالنسبة لها. اتفضلي يا ست. نرجع تاني لفكرة الوعي. يمكن يلا انا عايز اخد اخر مشهد تم اعلانه ونتكلم شوية عن المرأة المصرية. دايما يلا انا عندي انحياز شديد حقك وفخر ان انا اتكلم عن دور المرأة المصرية. كلنا الحقيقة عندنا هذا الفخر، لان الحقيقة المرأة المصرية ما بتلعبش دور سهل في البلد، وانا شايفة انه من اصعب الادوار اللي بتمر في المجتمع المصري هو دور المرأة المصرية. أيه. مش بس بقى هنتكلم على الحياة والمعاناة والمسؤوليات اللي المرأة بتشيلها والجري اللي هو 24 ساعة بتجري. بالزبط. أنا بتكلم على أمان هذا الوطن. أيه. بالمناسبة احنا محتاجين الوطن عشان هو أمان لينا، والوطن محتاجنا علشان يستمر الأمان فيه. نعم. يعني العلاقة هنا مش علاقة فردية، لكن لا 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 العلاقة متبادلة ما بين مواطن. أيه. ووطن. احنا لينا دور عشان نحافظ على أمان هذا الوطن، والوطن دي دور علشان يلمنا في حضنه طول أيه الوقت. أيه. العمود بقى لهذه المعادلة أو العلامة الفارقة في هذه المعادلة هي السيدة المصرية. أيه. على مدار سنوات وسنوات بقى، لو هنتكلم عن عشرات السنوات، هنشوف أيه أن المرأة المصرية طول الوقت يعني هي المحرك الأساسي. سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي. مشهد رغم أن هي أكتر المتضررين من التحديات الاقتصادية للدولة المصرية بتمر. ده صحيح، هي أكتر ليها الناس، ليها كل التحية والله، ليها كل التحية والتبجيل والتقدير. هي الوحيدة اللي قادرة تولف بيتها وتكيفه وتستغنى عن إيه وتكمل إيه وتدبر وتستحمل إزاي. صحيح. ومع ذلك وقت الاحتياج هي أول الصفوف. نعم. وهنا معدن المرأة المصرية الأصيلة وقدرتها على الالتفاف حوالي وطنها وحواليه، لانها مدركه ان الوطن ده هو بيتها. أيوه. بالمناسبه. أيوه. يعني دايما الام بتحاجي على اولادها، هي مدركه ان البلد دي هي اللي هتحاجي عليها وعلى اولادها وعلى اسرتها في المستقبل. فكره الام برضو، فكره الام برضو او المراه اللي هي إيه، لو هي حتى بنت تبقى خايفه على ابوها وامها وعايزاهم ما يتعرضوش لاي مخاطر. فكره لو هي ام وعندها اولاد واحفاد مش عايزاهم يتعرضوا لاي مخاطر، عايزه دايما تحضن وتلم وتطبطب. يعني فكره صحيح، فكره انها عايزاه حواليها. هي وطن الاسره، هي وطن الاسره، وده الوطن. هي بيزعجها جدا فكره دي لما بتحصل خناقه على الشارع بتكلم وعيالها تشوفهم فين. طبعا حتى ما تخصهاش. ايوه. ما بالك بقى لما يبقى فيه خطر، خطر على بلد. خلينا نشارك بقى. يلا شارك. عشان اقول المره يلا شارك. يعني شوفي، كان يقولوا ان انت مع الموضوع ده. نضال المرأة المصرية نضال مستمر طول الوقت. ايوه. وطوال عصور، حتى من بداية العشرينات مع ثورة 19 ثم مرورا، نضلت المرأة كثيرا جدا عشان تحصل على حقوقها ومكتسباتها الاجتماعية والسياسية. نعم. حتى تحققت. واعتقد ان احنا لما كان عندنا اول وزيرة في الستينات. نعم. الدكتورة حكمة أبو زيد، احتفلنا بها احتفاء رهيب جدا. صحيح. فبالتالي عايز اقول وصولا دلوقتي، أي مشاركة المرأة السياسية ونزولها بيبقى رهن دايما بظروف المجتمع وما تتمتع به مساحات الحريات والمكتسبات الاجتماعية. بالنسبة للمرأة فقد حصلت على حقوق كثيرة جدا، وخاصة يعني في خلال العشر سنوات الأخيرة. نعم. يعني احنا لما نيجي نشوف دلوقتي عندنا 6 و7 وزارات، مش كده؟ طبعا. عندنا كام في المية من النائبات؟ أيوة. يعني في النواب والشيوخ. النواب والشيوخ. نعم. القيادات، هناك قيادات في هيئات وفي مؤسسات أخرى تقودها المرأة. إذا المكتسبات التي حققتها وحصلت عليها بالتأكيد في كل الجهات دلوقتي، المكتسبات التي حصلت عليها المرأة هي التي بالفعل تجعلها واثقة في هذا الوطن. نعم. وتجعلها دائما محفزة
لكل من حولها انه ضروره المشاركه السياسيه، ضروره النزول بالتصويت، ضروره الوعي كمان في حد ذاته. أيه. يعني لان زي ما قالت مرتا، لان هي الوزير الماليه اللي جوه البيت، صحيح، اللي هي عين اللي بتعاني على كل الاصعده والمستويات من التحديات الاقتصاديه اللي احنا بنشوفها، فهي التي تدير هذه العمليه، فبالتالي هي اللي هتخلق المسؤوليه داخل ابنائها، وعلى الاقل داخل رب البيت نفسه. أيوة يعني ايوه طبعا. فبالتالي انا طبعًا اعتقد بحجم المزايا اللي حصلت عليها المراه خلال الفترات الماضيه، وانه كان هناك عام للمراه، واعتقد انه الرئيس فتره الرئيس السيسي يعني شهدت اكثر الفترات او اكثر العصور ازدهارا بالنسبه للمراه في الحقوق على مكتسبات كثيره. فاعتقد هو ده رد الجميل الطبيعي بالفعل، انها تكون هي في اول الصفوف مع اطفالها. ما هو اللي حفز الاطفال دول ينزلوا هي السيده طبعًا. هي الام طبعًا. والاخت اللي هي شجعت اطفالها على هذا المشهد، وده مشهد يجب ان نقف امامه كثيرا جدا. صحيح. فكره السيدات مع الاطفال. اسمحوا لي اطلع فاصل، وبعد الفاصل هنتكلم على هل لجان المغتربين كافية؟ نتكلم على كمان المشهد اللي بنكمله بشكل بقى أكبر، هو مشهد الانتخابات الرئاسية في الخارج. نطلع فاصل.
برحب بحضراتكم مجددا وبرحب بضيوفي. بس قبل ما نستكمل الحديث مع ضيوفي خليني ارحب بمحمد الغزاوي مراسلنا من بورسعيد، نعرف منه ايه الاجواء في بورسعيد، اخبارها ايه. الو يا محمد. الو استاذ عزه، طمني ايه الاخبار عندك، انت فين دلوقتي؟ انا امام لجنه تبانيه للوافدين في محافظه بورسعيد ومقرها الهيئه الاقتصاديه بمقرها الشمالي في المحافظة. عايز أقول لحضرتك أن المشهد منذ الصباح الباكر توافد الآلاف على لجان بورسعيد في مشهد مهيب. أيوة. راهن عليه اللي هو عبد الغضبان محافظ بورسعيد. النهاردة بورسعيد يعني خرجت منذ الصباح الباكر في مسيرات للحشد ونزول المواطنين إلى المقرات الانتخابية. أيوة. البالغ عددها 68 مقر انتخابي يضمون 80 لجنة فرعية بمختلف أحياء المحافظة، بينهم 5 لجان للوافدين في المحافظة. واضح أنه في زحمة على الوافدين يا محمد. تمام. في إقبال. بورسعيد حقيقة بتضم أكبر منطقة استثمار للمصانع الملابس الجاهزة، ويمثله 40% من صادرات الملابس على مستوى مصر، ما يقرب من 60,000 عامل في هذه المنطقة. هذا بالإضافة إلى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وتضم ما يقرب من 35,000-40,000 عامل وعاملة من المحافظات المجاورة. بالإضافة إلى العاملين في منطقة حقل زور، بالإضافة إلى العاملين في مينائي شرق وغرب بورسعيد. وطبيعة العمل لجميع تلك العمال أن يبقوا في بورسعيد خلال فترة الاستحقاق الرئاسي، فبدأوا في واضح المشهد عندك هايل. مشهد بورسعيد شيء عظيم بجد. بشكرك شكرا جزيلا محمد الغزاوي من بورسعيد. شفتوا مشهد بورسعيد عامل ازاي؟ يعني ايه الجمال ده؟ بحيرة. طب يلا سندي، مساء الخير سندي. سندي معنا من البحيرة. سندي مساء الخير. ايه الاخبار عندك في البحيره، طمنيني. لا الاجواء الانتخابيه جميله جدا هنا في المحافظه، وكل الناس فرحانه وبيشاركوا، وناس كبيره في السن والصغار والشباب، وحتى الامهات جايبين مصاحبين اطفالهم الصغيرين جايين معاهم. هاي كويسه جدا. هاي وانت موجوده من الصباح؟ انا موجوده من صباح اليوم امام اللجان. أيوة. التوافد في الساعات الاولى كان التوافد كويس جدا بالنسبه للاعداد الموجوده. المشهد الصبح كان يخد، يعني كان اقبال غير عادي. ايوه سندي. ومدير الامن برضو، يعني مدير امن البحيره، يعني كان قاعد يمر في الشوارع بتاعه المحافظه كلها من الصبح لحد قبل الاستراحه. ايوه لا مشهد عظيم. بشكرك سندي، بشكرك شكرا جزيلا. سندي معنا من البحيره وما زالت معنا. وارجع لضيوفي زي ما انا فكره، توقعت ان فكره لجان الوفي هيبقى فيها كثافه بشكل كبير. طبعا هل كنا محتاجين نزود اللجان في اماكن اكتر فيها زياده اكتر؟ لانه طبعا كل الاخبار كمان بتقول انه لا في زياده وفي كثافه في التواجد. رايك استمرار عمليه المشاركه لمده 3 ايام؟ انا شايف انه ده هيبقى كافي مع استمرار ده، لكن احنا باصين المشهد عشان لسه في بدايته والمشهد مشرف زياده، فاحنا حاسين ان في زحام واقبال كتير، لكن بيبقى دايما عمليه اللجان بتبقى محسوبه كنسبه وتناسب مع محافظي كل او مواطنين كل محافظه يعني. أي. اما فكره اللجان الانتخاب الوافدين، يمكن علشان احنا في ايام عمل، كلها ايام عمل رسميه ما فيهاش اي يوم اجازه، لكن انا بتوقع ان يكون في يوم اجازه مثلا او حاجه، او بنناشد علشان نقدر يعني الناس كلها تقدر تدلي بصوتها في اماكن اللجان الخاصه بيها. لكن انا شايفه ان اللجان عددها معقول، وان الحقيقه احنا محتاجين ان يبقى في زحام طول الوقت علشان الحاله النفسيه بتاعتنا تبقى طول الوقت في اعلى مكانه ليها مرسلة. يعني انا اعتقد بصراحه يعني الهيئه الوطنيه للانتخابات للامانه يعني قايمه بدور يعني اكثر من رائع. نعم. وفي كل الانتخابات احنا بنشوف جديد، يعني انت عارفه ان الهيئه جديده يعني. ايوه صحيح، التشكيل ده جديد 2014. انه يكون، وده كان مطلب يعني سياسي كبير جدا، مطلب حزبي، انه لازم يكون هناك هيئه وطنيه للانتخابات مستقله. ايوه وبالفعل صحيح، قدرنا ده مكتسب ايضا حصلنا عليه. ولذلك من
منذ تشكيلها وحتى الآن لم توجد هناك أي شكاوى كما كان يحدث من الماضي وإرث الماضي من عمليات التصويت والتسويت داخل اللجان. عملية الإدارة الانتخابية عملية بالفعل يشهد لها الجميع. وانت عندك خلي بالك عندك دلوقتي المراقبين الدوليين والمنظمات والهيئات الدولية اللي كله عندك بعثات دبلوماسية. نشوف إبراهيم جدلة في البحر الأحمر الأخبار عنده إيه. إبراهيم مساء الخير يا إبراهيم. مساء الخير أستاذ عز. إيه الأخبار عندك في البحر الأحمر؟ النهاردة يمكن في أول أيام الانتخابات في البحر الأحمر النهاردة كان الإقبال كبير على لجان الوافدين. طبعا إحنا محافظة البحر الأحمر محافظة يعني فيها نسب كبيرة من الناس اللي بتشتغل وافدين القطاع السياحي وقطاع البترول. فكانت مشاركة كبيرة النهاردة من قطاع السياحة وقطاع البترول في رأس غارب. طبعا احنا عندنا في 82 لجنة من ضمنهم 6 لجان للمغتربين. لجان المغتربين كانت في 2 طبعا الغردقة في الصدارة لانها اكبر كتلة تصويتية في محافظة البحر الاحمر لانها العاصمة. ففي لجنتين للوافدين كان فيهم اقبال من الساعات يمكن من مع بداية التصويت كان الطوابير موجودة امام اللجان النهاردة. طب هايل هايل اتفضل. برضو راس غارب كانت العاملين في قطاع البترول جميع اللي كانوا موجودين في شركات البترول العاملين المغتربين تواجدوا في اللجنه المخصصه للمغتربين. فكان الاقبال كان مشهد جميل وكان كان في عدد كبير ايضا طوابير من الساعات الاولى من فتح باب التصويت. طب اللجان فتحت في مواعيدها المقرره ما كانش فيه 9 الصبح ما كانش فيه اي تاخير. كانش فيه اي تاخير غرفه العمليات ما تلقتش ولا رصدت اي مشاكل. العمليه كانت الحمد لله ماشيه بيسر والمناخبين كانت متوفره لهم كل سبل الراحه. الاجهزه الامنيه لسه كنا بنشكر الحقيقه اللجنه في كل التظبيط وكل بشكرك يا ابراهيم. شكرا. كل التحيه لكل الاجهزه الامنيه اللي بتوفر كل شيء للتيسير والتسهيل على الناس. ابراهيم جد الله بشكرك. ناخد اياب عمر اسيوط. لسه بسال على اسيوط يا اياب. مع حضرتك ايه الاخبار حاليا رغم ان عندنا وقت الراحه دلوقتي يعني فاضل 5 دقايق وتبدا بعد فتره الراحه لكن زحام قدام اللجان في اسيوط. انا تحديدا قدام مدرسه الفاروق الرسميه حاليا في مدينه اسيوط قدامها زحمه وشديده في منتظرين بدء عمليه التصويت بعد الراحه. محافظه اسيوط عدد لو حق التصويت فيها 2,955,021 ناخب وناخبه مقيدين بالجداول الانتخابيه. وعدد اللجان في محافظه اسيوط 15 لجنه عامه موزعه في 402 مركز انتخابي تضم 451. كلمني على الناس يا ايهاب. كلمني على الاقبال. كلمني على عندنا السيدات الكبار الشباب. كلمني عن دول. فأسيوط في نسبة إقبال كبيرة من كبار السن وفي ناس مصطحبة أطفالها معاها في الانتخابات بشكل كبير. كان يمكن كان من ضمن الحاجات اللطيفة كان في لجنة في مركز البداري مستشار لقي واحد من ذوي الهمم رايح ينتخب طلع له الموظف لغاية العربية عنده عشان يساعده يساعده على الانتخابات. وقسم حقوق الانسان في مديريه امن اسيوط هنا موفر كراسي لذوي الهمم وعامل لهم يعني مكان يطلعوا منه في اللجان بحيث ان ما يقفوش في طوابير. حاجه ثانيه برضو لجان الوافدين كان ليها دور كبير جدا النهارده في اسيوط. يعني هنا عندنا طلاب جامعه الازهر في اسيوط معظمهم مغتربين من محافظات وجه بحري. طلاب جامعه اسيوط من محافظات ثانيه. لجان الوافدين كانت شغاله بشكل كبير عليها طلاب وعملنا لقاءات مع الطلاب قالوا احنا وفروا لنا خدمه كبيره جدا ان احنا نقدر نصوت وما نرجعش البلد على بلدنا لان هنا عندنا امتحانات. دي فكره لجان الوافدين وده شيء مهم. علشان كمان فرصه قوي عندهم امتحانات. عندهم امتحانات. فالطلبه هنا يعني قدموا قالوا بالعكس لجنه الانتخابات كانت حاطه في اعتباراتها ان هي توفر الرعايه والاهتمام للطلاب للمشاركه في الانتخابات. تمام. بشكرك شكرا جزيلا. انتبع معاك ايهاب عمر من اسيوط. أنا بس عايز أكمل فعلا الهيئة الوطنية. يعني في تطور يعني عن انتخابات 2018 في تطور المرة دي. أنت بتتكلمي على لجان مغتربين تقريبا في العاصمة الإدارية وفي الغردقة. المناطق السياحية صحيح ده مهم. في محطة سكك الحديد المناطق الصناعية والمناطق الصناعية وفي المطارات
واخد بالك؟ أيوة. فبالتالي وطبعا وقريت ان في النادي الاهلي او في النادي الاهلي مش عارفه اشمعنى النادي الاهلي بس يعني ليه ما كنتش في الزمالك مثلا كل النوادي الحقيقه طالما عملت حاجه عملنا كل مره. وفي طبعا تسهيلات بالنسبه لذوي الهمم أيوة. يعني دي كمان دي خطوه مهم جدا لان دي نسبه لا يستهان بها بالزبط. في المجتمع ودي كمان تكريس الشعور بالانتماء عندهم صحيح. ان هم هناك من يعمل لصالحه ويوفر لهم التيسيرات للادلاء باصواتهم والمشاركه في صنع مستقبلهم. فاعتقد انه في كل مره احنا بنلاقي تطوير والتسهيلات اللي كانت موجوده من الانتخابات في الخارج موجوده تمام. في الداخل وده اللي يخلينا يا رب يعني باذن الله تعالى انه نقول انه ان شاء الله يكون نسبه الاقبال لانه الدنيا متسهله تكون اكتر من انتخابات المره اللي فاتت. المره اللي فاتت كانت 40-41% ان شاء الله تكون اعلى من كده في ظل هذه التيسيرات وفي ظل الاقبال اللي احنا شايفينه لتكون رساله للجميع يجب ان يعاها ويدرسها. مهم نقول كلمات اخيره قبل ما اشكر اشرفت بيكوا على فكره واتشرفت بحضرتك. يمكن عايز اختم بس اللقاء الجميل والوطني ده والحاله الوطنيه اللي بتعيشها مصر انه اهميه النزول والمشاركه. يلا ارجوكم احنا النهارده بنصنع التاريخ بايدينا. كل واحد فينا النهارده لما ينزل يشارك هو مش نازل علشان ينتخب رئيس، هو نازل علشان يصنع تاريخ هذه الدوله، علشان يؤمن على امان هذه الدوله، علشان يصنع احلام ومستقبل اولاده في المستقبل. مشاركتك هي مش جزء اختياري لحياتنا، لكن مشاركتك هي جزء وطني ومهم وحق اصيل عليك انك لازم تمارسه، لان الحقيقه احنا مش بنسعى اننا نكون افراد في وطن، لكننا بنسعى اننا نكون مواطنين في هذا الوطن نحميه ونحتمي به في كل الاوقات. تمام استاذ عادل. تصويت على الأقوى يعني انزل وشارك بالفعل لانه تصويتك صوتك هو تصويت على الوطن نعم. على المستقبل هو مستقبلك ايضا ومستقبل الاجيال القادمه. تصويت على استقرار هذا الوطن وامن هذا الوطن يا رب. وحمايه هذا الوطن. المساله ليست شخص او اشخاص او محسومه مش ومش ومش انا زعلانه عشان الدنيا غاليه البصل بكذا. موضوع اكبر من البصل، موضوع البصل مهم والاكل مهم وانا معاكم ان الدنيا غاليه والاسعار مرتفعه والمفروض تقل عن كده كتير، وانا اعتقد لكن الوضع اكبر من كده والله يا معز. انا واثق في هذا الشعب، هذا الشعب هو الشعب المعلم، شعب لا يعرف المستحيل زي ما قالت الست ام كلثوم أيوة. ولا يرتضي الخلود بديلا طول التاريخ. صحيح. شرفت بيكي سيادة النائبة مرسمة، شرفت بيكي فعلا. شكرك فندم، شكرا جزيلا. أستاذ عادل صنهوري كاتب الصحف، شرفت بيك طبعا، وجود حضرتك معايا بشكرك. شرفت بحضراتكم، وانا بكرة معاكم ان شاء الله هنتابع معاكم لحظة بلحظة انتخاباتنا الرئاسية 2024. الى اللقاء.